ألف ألف مبروك فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. الحقيقة حلم كان الناس كلها كانت بتحلم أن تكون مصر هي منظمة كأس العالم. خلال الفترة اللي فاتت بالكامل كان كل الناس أملها أن مصر تفوز بتنظيم كأس العالم لعدة أشياء زي ما حضراتكم عارفين. كأس الأمم، أنا آسف، كأس الأمم الأفريقية، كأس العالم، يا ريت ننظم كأس العالم إن شاء الله. لكن خلال الفترة اللي فاتت كان في ناس كتيرة جدا نفسها أن مصر تنظم كأس الأمم الأفريقية 2019 لعدة أسباب. السبب الأول أن كأس الأمم الأفريقية 2019 هتكون واحدة من أهم كأس الأمم الأفريقية، كؤوس الأمم الأفريقية السابقة، لأنها هتتعمل إن شاء الله زي ما حضراتكم عارفين في بداية شهر 6 القادم، ولأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية أو بطولات الأمم الأفريقية ستكون في شهر 6 القادم، بعد تغيير بقى المواعيد اللي حضراتكم عارفينها. كانت كأس الأمم الأفريقية دائما ما تلعب في شهر يناير، وكانت كل الدوريات الأوروبية في العالم كله كانت بتعاني من هذا الموضوع، لأن اللاعبين الأفارقة كانوا كتير جدا منتشرين في كل الدوريات الأفريقية الأوروبية العالمية. فقرر الاتحاد الأفريقي بعد انتخاب أحمد أحمد كرئيس للاتحاد الأفريقي أن تكون بطولات كأس الأمم الأفريقية بدايتها إن شاء الله في شهر 6 القادم لأول مرة في تاريخ البطولات الأفريقية، وده هيكون في مصر. في مصر النهارده الحقيقه ملحمه رائعه عملها اتحاد كره القدم اللي احنا بنحييه في بعض الامور اللي بننتقد فيها اتحاد كره القدم، ولكن الف الف مبروك لكل اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم على راسهم المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد والرجل الحقيقه الدولي القوي في الاتحاد المصري. ايضا الف مبروك لشركه برزنتيشن اللي كان ليها دور كبير جدا ايضا في وجودها في السنغال، والاستاذ محمد كامل خلال الفترات اللي فاتت كان موجود دايما في البطوله في الدول الافريقيه علشان اقناع الدول الافريقيه بان تكون مصر، والموضوع الحقيقه ما كانش طبعا. ده وفد مصر في داكار بقياده المجموعه المتواجده، يعني التلفزيون بعيد يا جماعه واحنا كبرنا في السن برضو خلي بالكم، فيعني فده الاستاذ محمد كامل على ما اعتقد ووفد برزنتيشن ووفد اتحاد كره القدم والاستاذ هاني ابو ريده والاستاذ احمد مجاهد والاستاذ كرم الكردي، على الرغم ان هناك دايما اختلافات بيننا وبينهم، او مش دايما، في بعض الاوقات هناك اختلافات ما بيننا وما بين اعضاء مجلس اداره الاتحاد، ولكن في النهايه ده حدث قومي تاريخي الحقيقه بالنسبه لمصر. وان شاء الله ان شاء الله تكون كأس الأمم الأفريقية في نسختها القادمة ولأول مرة تقام في شهر 6، بعد زي ما حضراتكم عارفين بقى ما قلت لحضراتكم الحكاوي اللي بتحصل في الأول إن معظم اللاعبين الأفارقة كانوا بيلعبوا في شهر 1، فكانت الدوريات الأوروبية الإنجليزية والأسبانية والفرنسية بتعاني، إن كل اللعيبة الأفارقة كانت أو معظم اللعيبة الأفارقة كانت بتروح تلعب مع منتخب بلادها، وبالتالي مجهود يشكر عليه الجميع زي ما قلت لحضراتكم، كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد، المهندس هاني ابو ريده وبقيه اعضاء الاتحاد، ايضا الاستاذ محمد كامل وبقيه العاملين في شركه برزنتيشن اللي عاملين شغل رائع رائع رائع. تخيلوا حضراتكم 16 صوت لمصر، 16 صوت من 18 واحد امتنع و16 اعطوا اصواتهم لمصر، ودوله وحيده فقط هي من اعطت صوتها لجنوب افريقيا، لان زي ما حضراتكم عارفين كان هناك منافسه ما بيننا وما بين جنوب افريقيا، ولكن مصر اكتسحت جنوب افريقيا. نفسنا بقى نشوف ايه؟ نفسنا نشوف بطوله كاس الامم الافريقيه في شهر 6 اللي جاي ان شاء الله زي ما شفناها في 2006، وزي ما شفنا الجماهير كانت بتغطي كل ملاعب اللي كانت موجوده، كانت دايما مليانه جمهور، والجمهور كان موجود في كل حته، وكانت من انجح البطولات الافريقيه. ده مش كلامي، ده كلام الاتحاد الافريقي اللي بعد 2006 اعلى طبعا. منظر، اشكرك يا سمير، منظر رائع، منظر رائع الحقيقه. نفسنا ان شاء الله يتكرر مره اخرى خلال كاس الامم الافريقيه القادمه. عندنا طبعا مشاكل كانت بتحصل خلال الفترة اللي فاتت، ولكن كل حاجة الحمد لله هترجع زي الأول وأفضل،
خدوا بال حضراتكم كأس الأمم الأفريقية دي برضو لأول مرة هتكون فيها 24 فريق، حاجات كتيرة جدا وأرقام كثيرة جدا جدا في كأس الأمم الأفريقية القادمة، ولكن الأهم في هذا الموضوع هو أن مصر هي من ستنظم كأس الأمم الأفريقية 2019 بعدما الاتحاد الأفريقي سحب تنظيمه من تنظيم كأس الأمم الأفريقية من الكاميرون بسبب أشياء كثيرة جدا، ولكن الملاعب جاهزة، كل حاجة جاهزة، إن شاء الله إن شاء الله نرى كأس أمم أفريقيا تليق بزعامة مصر في القارة الأفريقية، وزي ما حضراتكم عارفين ودايما أنتوا الأساس، وجمهور الأهلي خدوا بالكم مش أي جمهور، جمهور الأهلي هو الأساس، لأن جمهور الأهلي هو الأكثر في جمهورية مصر العربية، وبالتالي حضراتكم اللي هتبقوا الأساس في نجاح هذه البطولة في كل المحافظات اللي هتتلعب فيها البطولة، سواء في اسكندرية، هنا في كل حتة، في إسماعيلية، في القاهرة، في محافظات كثيرة جدا جدا هيبقى البطولة منتشرة في كل محافظات مصر، وبالتالي حضراتكم كجمهور اللي هتبقوا الأساس في نجاح هذه البطولة. ألف مبروك تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لمصر. لو تفتكروا احنا يوم الحد اعتقد او يوم الحد يوم السبت ولا الحد السبت اللي فات لما كنت مع حضراتكم من خلال ملعب الاهلي، قلت لحضراتكم في بداية حديثي ان هناك صفقات وهناك اخبار جيدة جدا 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 خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا وكان هناك بعض الصفقات التي تخص النادي الأهلي، طبعا أول هذه الصفقات كابتن حسين الشحات وانتقاله إلى النادي الأهلي من نادي العين الإماراتي، وكابتن ياسر إبراهيم وانتقاله من نادي سموحة إلى نادي الأهلي في صفقتين من العيار الثقيل. الحقيقة صفقتين بالنسبة للنادي الأهلي، طبعا كل الصفقات السابقة ولكن احنا اتكلمنا عنها بشكل كبير الصفقات السابقة، ولكن حسين الشحات وياسر إبراهيم الحقيقة برضو عاملين حالة كده جوة جمهور النادي الأهلي، لأن حسين الشحات واحد من الناس اللي حربت كتير عشان تيجي النادي الأهلي، وخدوا بال حضراتكم وأنا قلت الكلام ده لحسين إن جمهور الأهلي ما بينساش، جمهور الأهلي ما بينساش، جمهور الأهلي دايما بيحط في دماغه مين اللي باع إيه عشان خاطر جمهور، عشان خاطر الأهلي وعشان خاطر جمهور الأهلي. حسين الشحات وياسر إبراهيم الاثنين مثال رائع للعيبة اللي عايزة تيجي تلعب في النادي الأهلي. احنا ما عندناش مشكلة ان احنا ندفع 100 200 300، ما عندناش مشكلة خالص، ان احنا الحمد لله خزينة النادي مليانة وفيها فلوس وزي الفل، وبندفع من جبنة ده اللي بندفعه، بنطلع الفلوس من جبنة كده وبنوديها ونقول لهم اتفضلوا، حسين الشحات عايز كام، او يعني نادي العين الاماراتي عايز كام، 5 مليون دولار. استاذ خالد دراندلي يقوم جاي حاطط ايده في جيبه كده ومطلع الشيك كاتبه موديه للبنك، البنك ياخده يبعته للعين العين الاماراتي من جبنة. انا جيبي فاضي دلوقتي الحقيقه ما فيهوش حاجه، لكن يعني انا بتكلم جيب النادي الاهلي دايما مليان. فالاستاذ خالد دراندلي طبعا هو امين الصندوق بعد ما كابتن خطيب في اخر الامر طبعا تدخل، ومع امير توفيق، ومع طبعا الثعلب عدلي القيعي اللي هو بالنسبه لي وبالنسبه لكثير من الاهلاويه هو رمز من رموز النادي الاهلي في التعاقدات. الحقيقه كل ما تقول تعاقدات تروح للراجل ده تشوفه هو فين عشان تجيب التعاقدات اللي انت عايزها، وبالتالي المهندس عدلي القيعي شاف عمل دوره، امير توفيق عمل دوره، كابتن خطيب الحقيقه رئيس المنظومه وعمل كل اللي في الاخر تدخل بالخطوات اللازمه. يعني هو دايما احنا لما كنا بنيجي نجدد دايما هنا في النادي الاهلي كان ايه اللي بيحصل؟ يقعد يتكلم معاك الله يرحمه ساعتها كان كابتن ثابت البطل او كابتن فلان او اي حد من اللي موجودين، وبعدين في الاخر انت بقى ايه تقعد تقول طيب كذا طب كذا طب كذا، تلاقي مكالمه جايه لك التليفون هناك، بس تلاقي مكالمه جايه لك تلاقي كابتن خطيب ترد يقول لك يا ابني انت لسه ما مضيتش، تقول له يا كابتن انا رايح امضي اهو خلاص. فالحقيقه كابتن خطيب تدخل والموضوع انتهى تماما، والاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق زي ما قلت لكم مضى على الشيك وطلعه من بنك، انا مش عارف البنك ايه، انا نسيت اسال الاستاذ خالد الدرندلي، كنت عايز اكلمه عشان اساله في هذا الموضوع، ولكن مضى على الشيك من البنك، والبنك حول ال 5 مليون دولار او ما اعرفش الحقيقه الرقم كام، لكن حول الرقم اللي اتفقوا عليه مع العين الاماراتي على بنك يخص العين الاماراتي، وبالتالي اصبح حسين الشحات لاعبا في النادي الاهلي. الف مبروك يا حسين،
هتسمع بقى الكلام ده كتير جدا الفتره اللي فاتت او الفتره اللي جايه، ان الناس كلها هتبارك لك والناس كلها هتقول لك ان احنا كنا مستنيينك يا حسين، ان احنا كنا مستنيينك، ولكن مسؤوليه عليك كبيره جدا جدا جدا. 70 80 مليون اهلاوي مستنيين يشوفوا انت هتعمل ايه يا حسين. يعني انا مش بخوفك ولا بقول لك اي حاجه، ولكن انا بقول لك الحقيقه. شخصيه النادي الاهلي هتبان من خلالك خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. أيضا ياسر إبراهيم كان هناك اتفاق من حوالي 4 أيام أو من 5 أيام، وياسر كانت كل الأمور منتهية، والراجل قال إن هو هيلعب في النادي الأهلي من 4 5 أيام، ولكن امبارح تم التوقيع الرسمي على العقود الرسمية هنا في النادي أو في النادي يعني في الجزيرة، وانتهت الأمور وأصبح ياسر إبراهيم بعدما اختار النادي الأهلي دونا عن بقية الأندية اللي كانت بتفاوض ياسر إبراهيم. أيضا مسؤولية صعبة جدا عليك يا ياسر، لأن الفترة اللي فاتت كان عندنا إصابات كثيرة وكان عندنا بعض الأمور اللي مش كويسة في هذا المكان، ولكن إن شاء الله نستطيع أن نتغلب عليها من خلال وجود ياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعة إن شاء الله. كل المجموعة دي ترجع وتبقى كلنا نقف في ظهرهم وكلنا نقف في ظهر بعض علشان نوصل للي احنا عايزينه. ألف مبروك، صفقتين مهمين، ولكن القادم أفضل. صدقوني القادم أفضل. اللي جاي هيبقى أحسن بكتير جدا جدا. احنا أو كمجلس إدارة يعني أو كلجنة تعاقدات بتعمل اللي عليها. الجهاز الفني عايز فلان وفلان وفلان. احنا بنجيب اللعيبه او مجلس الاداره بيجيب اللعيبه اللي هم او اللي الجهاز الفني طلبهم، وحضراتكم طبعا طلبتوها. وفي النهايه ايه اللي هيحصل في الملعب دي حاجه بتاعت ربنا. كل واحد هيجتهد، كل واحد هيصبر، كل واحد هيحاول ان هو يصل الى ما يريد ان يراه من خلال الملعب. علشان كده الناس دي لازم تعرف كل الصفقات الجديده اللي جايه في النادي الاهلي، لازم تعرف شيء واحد فقط، هي ان النادي الاهلي لا يلعب الا على الثلاث نقاط فقط. لا يلعب الا على الثلاث نقاط فقط. قبل بس ما نروح لتقرير الجديده، لفت نظري الحقيقه ان احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد، اتحاد كره القدم، كان بيتكلم عن ان احنا تم قيد جيرالدو يوم اجازه رسميه. والحقيقه انا تعبت من كتر الكلام ده. انا يوم الجمعه لما طلعت هنا كانت اول حلقه ليا وطلعت مع حضراتكم، قلت لكم كان موضوع عبد الله السعيد وعمرو مرعي وكيف تم قيدهم في نادي بيراميدز. قلت الكلام ده من يوم الجمعه. قلت انتوا هتطلعوا الايام اللي جايه كاعضاء لاتحاد كره القدم تقولوا ايه؟ تقولوا ما احنا هنقيد لعيبه الاهلي اهو يوم الاجازه. الكلام ده انا قايله من يوم الجمعه. انا بس هو سؤالي الوحيد ودايما اللي هفضل اكرره وهفضل اقوله، هو الجمعه اجازه ولا مش اجازه؟ او الجمعه كان اجازه ولا ما كانش اجازه؟ هل في حاجه اتغيرت الجمعه الصبح ولا ما فيش؟ انا دي مجرد اسئله الحقيقه احنا بنسالها، ما بنعملش اي حاجه تانية. وبالمناسبه النادي الاهلي مش بتاع ساعات. النادي الاهلي مش بتاع ساعات وما بيحبش الفيديوهات. النادي الاهلي مش بتاع ساعات وما بيحبش الفيديوهات. في ناس كتيره بتحب فيديوهات معينه كده وبتحب تتفرج عليها. فمن فضل حضراتكم خدوا بالكم انتوا بتتكلموا على نادي الاهلي. محدش هيسكت على حاجه خلاص. صدقوني خلال الفتره القادمه محدش هيسكت على حاجه خالص. اللي هيقول كلمه احنا هنقول 10. اللي هيقول كلمه هنقول 10. فخدوا بالكم ان احنا يعني كلام اللي بيتقال والكلام اللي بيتنطور هنا والكلام اللي بيتقال هنا والكلام اللي مش عارف ايه والكلام اللي حضراتكم وعارفين انا اقصد مين بالظبط، الكلام ده كله كلام في الهوا، كلام في شنك. كلام في الهوا وكلام في شنك، لان كل واحد ليه اغراض شخصيه داخل النادي الاهلي، ولكن المجموعه اللي بتشتغل هنا سواء في القناه او في اي اداره من ادارات النادي الاهلي او في مجلس اداره النادي الاهلي، كلها مجموعه غرضها الاول والرئيسي هو خدمه مصلحه اسم النادي الاهلي وخدمه جمهور النادي الاهلي. مش غرضها يعني المجموعه دي ما بتقعدش تقعد تتفرج على فيديوهات مثلا، لا خالص. محدش فيهم بيحب الفيديوهات. فالناس بتشتغل وبتجتهد ومش عايزين حد يرد. وخدوا بال حضراتكم احنا بنرد بمنتهى الادب وبمنتهى الرقي، او بنحاول نكون بمنتهى الادب وبمنتهى الرقي. فمن فضل حضراتكم الفتره القادمه
عايزينكم كجمهور ما تعملوش حاجه خالص غير ان انتوا تقفوا قدام او خلف فريق النادي الاهلي، خصوصا بعد ما مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التعاقدات وكل اللجان وكل الادارات اللي موجوده في النادي الاهلي اشتغلت وبجديه من الصبح، من الساعه 6 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل. كل الناس دي بتشتغل عشان خاطر حضراتكم وعشان خاطر حضراتكم تشوفوا الصفقات دي، وزي ما قلت لكم بنحط ايدينا في جيوبنا كده وبنطلع الشيكات نمضي عليها ونبعتها للفرق اللي احنا بنبعت الفلوس للفرق اللي احنا عايزين ناخد منها لعيبه ونقول لهم اتفضلوا فلوسكم اهي هاتوا لنا اللعيب. فعايزين حضراتكم كجمهور تركزوا خلال الفتره اللي جايه فقط في تدعيم النادي الاهلي من خلالكم، لان ان كلنا او كل الناس اللي موجوده تعمل لصالح شيء واحد فقط هو خدمه جمهور النادي الاهلي. نقطه ايجابيه اخيره الحقيقه عايز اقولها لحضراتكم، النهارده بالليل ان شاء الله هيكون في اختيار لافضل لاعب افريقيا 2018. محمد صلاح كالعاده هو املنا وامل مصر دائما خلال الفترات اللي فاتت، ان شاء الله نتمناها جائزه افريقيه مصريه خالصه زي ما كانت السنه اللي فاتت، كان محمد صلاح وساديو ماني واوباميانج وهذا الثلاثي هو من يتنافس ايضا على افضل لاعب افريقي، وبالتالي ان شاء الله النهارده ايضا ان شاء الله نكون موجودين مع حضراتكم ونقول لحضراتكم او نبشر حضراتكم بفوز محمد صلاح ان شاء الله ليلا في كافضل لاعب في افريقيا 2018. محمد صلاح يستحق، محمد صلاح من الناس المجتهدة اللي تعبت جدا 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 خلال الفترة اللي فاتت، نتمناها يا رب مصرية خالصة زي ما كانت مصر هي من ستنظم كأس الأمم الأفريقية 2019 في شهر 6 القادم كأول نسخة تقام في هذا الشهر، نتمنى أن محمد صلاح يستحوذ على الكرة الأفريقية للعام الثاني على التوالي. خلينا بقى نروح نشوف تقرير اللي جابها النادي الأهلي خلال الأيام السابقة، وهنرجع بقى نتكلم بعد كده عن المباراة وعن السوشيال ميديا وماذا قالت السوشيال ميديا عن مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموحة بعد هذا التقرير. لن نبخل بجهد أو مال لتدعيم فريق الكرة، هكذا وعدت إدارة النادي الأهلي، فقامت بضم العديد من الصفقات السوبر التي يحتاجها الفريق ليعود لمكانته الطبيعية على قمة الأندية المصرية والإفريقية. واصلت إدارة النادي الأهلي خطة لتدعيم فريق الكرة بصفقات سوبر في المراكز التي تعاني من عجز، والتي وضحت خلال الفترة الماضية سواء بسبب الإصابات أو رحيل بعض اللاعبين، ليعود المارد الأحمر قويا منافسا على كافة البطولات، وليخشى المنافسون مواجهته كالعادة. الأهلي أعلن ضم صفقة حسين الشحات قادما من العين الإماراتي بعد مفاوضات ناجحة وتمسك اللاعب بالانضمام للأهلي، مما جعل هناك ارتياحا كبيرا لدى الجماهير التي كانت تتمنى ضم اللاعب ليس لمهارته الفنية فقط، ولكن لهوية اللاعب الأهلاوية الكبيرة منذ بداية مشواره الكروي وكافة تصريحاته الإعلامية، حيث أكد تمسكه بارتداء الفانلة الحمراء هي الرغبة والحلم الذي رسمه الشحات لنفسه منذ البداية. فكان الرد من مسؤول الأهلي بالتمسك والتفاوض وبذل جهد كبير لحسم الصفقة. صفقة الشحات لم تكن الوحيدة التي أفرحت جماهير الأهلي، لكن أيضا تم الإعلان عن صفقة ياسر إبراهيم قادما من صفوف سموحة بعد فترة من المفاوضات شهدت جدلا كبيرا، حتى حسم اللاعب الأمر بتمسكه بارتداء الفانلة الحمراء رافضا أي إغراءات أخرى أو ضغوط من المنافسين، معلنا رغبته الوحيدة وهي اللعب للأهلي، خاصة أنه حلم تمناه في الناشئين وحضر للأهلي، ولكن لم يتم الأمر بنجاح
ليعود بعد 10 سنوات ليدخل مقر القلعة الحمراء مرة أخرى وليحقق حلمه بارتداء الفانلة الحمراء. الأهلي في الانتقالات الشتوية ضم عددا من الصفقات المرعبة للمنافسين وهم رمضان صبحي القادم من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، محمد محمود من نادي وادي دجلة، محمود وحيد لاعب المقاصة، الأنجولي جيرالدو من نادي أول أغسطس الأنجولي، عودة صالح جمعة بعد انتهاء إعارته من نادي الفيصل السعودي، وأخيرا حسين الشحات وياسر إبراهيم. الملعب ده وحشني جدا الحقيقه، ملعب مختار التتش، نفسي انزل اتمرن تاني، ونفسي اشوف حضراتكم برضو. الصوره اللي كانت بعد كده اشوف حضراتكم مالين الاستاد وحاطين علم ونسر النادي الاهلي، لان وحشتونا جدا جدا في الاستادات. ولكن ان شاء الله بدايتنا هتكون كاس الامم الافريقيه 2019 ان شاء الله اللي هتقام في مصر خلال الفتره القادمه. الحقيقه وانا النهارده اول ما عرفت ان مصر ستنظم كاس الامم الافريقيه 2019 اول واحد جه في دماغي الحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين انا قلت يعني ايه اللي هيحصل، والله يكون في عونه، عندنا حاجات صعبه كتيره جدا جدا خلال الفتره اللي جايه. خلينا نطمن ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه بعد فوز مصر بتنظيم كاس الامم الافريقيه 2019 في شهر 6 القادم من رئيس لجنه المسابقات الحاج عامر حسين. الحاج عامر ازي حضرتك يا فندم؟ لا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب؟ كله تمام الحمد لله. حاج عامر عايز اعرف اولا الف مبروك طبعا فوز مصر بتنظيم كاس الامم الافريقيه 2019. والله مبروك علينا كلنا، لان البطوله دي كانت مهمه بالنسبه للدوله كلها. مش موضوع اتحاد كوره لوحده. نعم. وفعلا بدات النهارده يمكن في القناه الرياضيه اللي هي بي سبورت، كان بدا النهارده في المسألة الاخباريه لما مصر اخذت الحقيقه الموافقه او البطوله. بدات تجيب الكابتن شوقي عبد الشافي من القاهره، وبدات تتكلم عن مصر وقوه مصر، خاصه لما تبقى 16 لواحد دليل ان في ثقه كبيره في الدوله المصريه ككل. نعم. طبعا بنبارك لمصر كلها، وان شاء الله مصر قادره طبعا ان هي تنظم كالعاده بطولات ناجحه زي ما عملت قبل كده في 2006 و2009 كاس العالم للشباب. والبطولات الحمد لله اللي مصر عملتها، انما زي ما حضرتك قلت نمره واحد الجمهور. نعم. والجمهور مش بالنسبه لمباراه مصر بس. بالظبط كده. كل المباريات اللي في المحافظات اللي كان بينجح 2006 ان كان الجمهور مال الملعب المحافظات كلها، اسكندريه واسماعيليه وبورسعيد، لان دوت لما اي حد في العالم بيتفرج على البطوله يشوف المدرجات اول واحد اول حاجه، واللي بينجح اي دوري اللي نجح كاس العالم في روسيا الحقيقه الجمهور اللي كان موجود في روسيا، كل الملاعب كانت مليانه بالجمهور. طبعا طبعا. الدوري الانجليزي نجاحه كله الدوري الانجليزي مظبوط قويه، حضرتك طبعا لعيب كوره كبير وعارف ان في مباريات بتبقى فنيه قليله، انما منظر الجمهور مع الاخراج مع الكاميرات مع بيفرق كتير جدا مع الارضيه بتوصل عندك حاجات فيها غير الكوره. بس بقول لك ايه يا حاج عامر، انا اول حاجه جت في دماغي اول ما يعني انا اتكلمت مع حضرتك، اول حاجه جت في دماغي الحاج عامر حسين هيعمل ايه؟ ماذا سيحدث في الدوري المصري؟ هل سيتم الغاء الدوري المصري زي ما ناس كتير بتفكر او ناس كتير كاتبه على السوشيال ميديا ان خلاص بقى نلغي الدوري وخلينا نفكر في البطوله الافريقيه بس؟ اول حاجه اول حد جه في دماغي هو عامر حسين، ماذا سيفعل الحاج عامر حسين؟ والله هو الموسم ده طبعا مش هيحصل في تاريخ العالم من يوم ما اخترعوا الكوره. نعم. بكل حاجه استثنائيه حصلت فيها. بطولتين لافريقيا ابطال دوري الكونفدراليه في نفس الموسم. الاتحاد الافريقي بدل ما كان بيلعب البطوله من شهر 2 لشهر 11 سواء ابطال الدوري او الكونفدراليه، وتنسيق كاس العالم للانديه في شهر 12، يعني خلال 10 شهور كان بيعمل بطوله. نعم. دلوقتي هيعمل البطولتين من شهر 11 من قبل ما تخلص القديمه. بدأت الجديدة في شهر 11، الخلافة في شهر 5. نعم. 5 شهور، نفس عدد المباريات، نفس النظام، ما غيرش حاجة، ما غيرش النظام بتاعه. على الأقل أنا كنت أطالب إن هو
دور المجموعات بتاع دور ال 16 دوت، كان يبقى خروج المغلوب ما دام مرحله استثنائيه. لان هو اكيد عندهم امور تسويقيه طبعا، فكل المشاكل اللي هي كانت نسيان مع البطوله العربيه، اللي هي ما عندهاش اجنده، فبتتحدد بعد كل قرعه. كان كل الناديين بيقعدوا مع بعض يحددوا المواعيد المناسبه، لان في انديه في افريقيا وفي انديه في عندها كاس الامم الاسيويه اللي بتلعب في الشهر ده في الامارات. عندنا اجنده رسميه كان لمنتخب الوطن الاول، احنا لو كنا اخذنا البطوله ما دخلناش التصفيات، فريق كانت خمس مباريات للمنتخب الوطن الاول. اتاخد منهم 40 يوم بعد المباراة الليدر اللي هي من 18 ل 26/3، وفيها مباراه وديه مع نيجيريا بجانب مباراه الليدر. وكل الامور ديت كلها في موسم واحد، مع تغيير الاتحاد الافريقي اللي ايه؟ ميعاد كونش الافريقيه الافريقية تبقى شهر 6 بعد ما تبقى في يناير زي كل سنه. كل ده كان حصل في موسم واحد. كنت حابب ان الاتحاد الافريقي يعمل على مرحلتين، يعني الامم الافريقيه في موسم، ويعمل ابطال الدوري الكونفدراليه 100. لا هو حب يخلص كله في مره واحده. ما تفوتش البطوله بتاعت امم افريقيا. ده ما انت زرعت من هنا ومن هنا مع البطوله العربيه اللي كان برضه بتتعمل دوره مجمعه في الصيف. الموسم ده اتعملت من دوري الذهاب والعوده. فكل الامور طبعا عملت معدلات كتير جدا. طبعا النادي الاهلي كمل المباراه النهائيه ولعب 27 مباراه في 110 يوم. لان احنا بدانا 2/8 لغايه 29/12 في الاهلي لعب 27 مباراه، يعني 150 يوم، في منهم 40 يوم للمنتخب في 110 يوم. اتلعبوا 27 مباراه منهم سبع سفريات من 14 مباراه خارجيه. لعب 14 مباراه عربيه وافريقيه منهم سبع سفريات. حسبت عدد السفريات اربع ايام قبلها واربع ايام بعد المباراه، حتى الاهلي لعب كل ثلاث ايام مباراه. وتلاقي الناس بتطالب يقول لك الاهلي اتدلع وانت اللي عملت المؤجلات وانت اللي خسرت المؤجلات، وبنتكلمهم بلغه الالفاظ برضه، محدش عايز يفهم، لان هو مش عايز يفهم، يعني اللي مش عايز يفهم هو مش عايز يفهم اصلا. انما نوضح للناس العاديين الطبيعيين اللي هم ما لهمش غرض يعني. نعم. فان شاء الله انا يمكن قبل بدايه الموسم انا قعدت مع رؤساء الانديه وكان مجلس اداره الاتحاد موجود بالكامل، وعرضت عليهم كل الالتزامات والعقوبات، لان دي مش مفاجاه ليا، المفاجاه الوحيده بس ان هو التنظيم. انما كل انا كنت عارف وشرحت للانديه وقدمت لهم تصور ان احنا نعمل دوري من مجموعتين زي ما تونس عمل في الموسم قبل اللي فات عشان يحضر لكاس العالم، او نعمل الدوري من دور واحد مع ناخد الثمانيه اللي فوق يلعبوا بعض على المربع، والعشره اللي تحت يلعبوا على الهبوط لحد مين اللي هيخبط. كان هيوفر معايا حوالي سبع مباريات النظام الثاني دوت، وكل الانديه اعترضت اعتقد. بس الدوري هيقعد من 12 ل 13 شهر، والانديه بالاجماع لان بيقولوا احنا اصحاب الدوري واحنا الرابطه بتاعت الدوري، احنا نختار النظام الثالث اللي هو يقعد 12 13 شهر. بس نلعب بالنظام بتاعنا بشرط تزود لنا خمس لاعيبه على 25 يبقوا 30 لاعب. اللي هم اللي حصل الشهر ده طبعا. فطبعا ان كان الاجتماع دوت بعد القايمه الاولى ما اتاخدت بيومين، فكان صعب ان الانديه ترجع اللعيبه اللي مشت، وفي لعيبه تعارضت مع انديه ثانيه. مظبوط. فتم الاتفاق ان احنا نزود الخمسه في يناير. واتحاد الكوره وافق ان احنا نزود خمسه في يناير مقابل ان احنا نضعف المباريات في الدور الثاني، والانديه تلعب بين المباريات الافريقيه. فعلشان كده انا بفكر، بس طولت على حضرتك، بس بفكر الانديه. لا احسن حضرتك تفهم الناس. نعم. علشان ما حدش يرجع يقول ارهاق وضغط والكلام اللي بنسمعه. نعم. ده كان اتفاق الانديه، والانديه اللي اختارت والانديه اللي حددت مفروض المسابقه ونظام المسابقه. فان شاء الله نكمل زي ما احنا نكمل، هنكمل. بس طبعا ممكن نكمل طبعا بعد بطوله الامم الافريقيه. ان احنا نخلص على شهر 8 وناخد 45 يوم بعد كده، ونبدا الدوري بتاعنا بعد 45 يوم بفتره الراحه، مش هتقل عن 45 يوم بين الموسم ده والموسم اللي جاي. يعني اذا يا حاج عامر، بس عشان نحدد للناس، نهايه الدوري الحالي ستكون في شهر 8 القادم، 8/2019. لان ده برضه ده ميعاد تقريبي يا كابتن سيد، ليه؟ ما تقدرش تحدد عدد المؤجلات من دلوقتي. نعم. لان انت ما تعرفش الانديه بتاعتك مين هيوصل امتى وفين وازاي. مظبوط مظبوط. دور الثمانيه، مين هيوصل دور الثمانيه، مين هيوصل للنهائي، مين هيوصل للنهائي،
كل الامور دي بتبقى في علم الغيب انت ما تعرفهاش. اوروبا ما فيهاش مشكله بان هو بيثبت المواعيد بتاعته، الدوري بتاعه جمعه مباراه، سبت اغلب المباريات، الحد مباراه، والاثنين مباراه واحده، واللي بيلعب في اوروبا بيلعب ثلاث واربع. نعم. بس الفرق ان هو بيروح ساعتين ويرجع عشان تسمعها في اوروبا. لا في اوروبا بالساعتين مفيش مشكله. ايضا انا مش عارف، اكيد حضرتك عامل حسابك على هذا الموضوع، هل تصفيات طوكيو 2020 اللي هي المنتخب الاولمبي اللي هتقام هنا في مصر برضو داخله في ضمن التوقفات القادمه، ولا دي هيحصل فيها ايه؟ اعتقد في شهر 11 شهر 11 الموسم اللي جاي. لا مش الموسم ده، مش الموسم ده، الحمد لله ان هي مش الموسم ده. ما كانت كملت. اذا الميعاد المبدئي لنهايه هذا الدوري هو شهر 8 القادم. ان شاء الله. طيب وبعدين 45 يوم اجازه، وبعدين تبدا بقى ان شاء الله في شهر 9 او في نهايه. ما فيش مشاكل، ما فيش الا السنه دي خالص. السنه الجايه ما فيهاش اي مشكله. طيب في ضغط الابطال الدوري والكونفدراليه، هنبدا من 8 ابطال الدوري والكونفدراليه، هتبقى الامور ماشيه بقى بسلاسه خلاص. يعني هي السنه دي هي اللي فيها المشكله كلها، هي النقله ديت للاتحاد الافريقي اللي عشان كده سماها موسم استثنائي. نعم. بما احنا طبعا تبع الاتحاد الافريقي، احنا موسم استثنائي بالنسبه لنا كمان. تمام. ونكمل علينا التنظيم المباريات الامم الافريقيا، ويمكن تونس عملوا حسابهم من سنتين فخلوا الدوري 14 نادي. يعني الموسم اللي قبل اللي فات لعبوا نزلوا اربعه طلعوا اثنين خلوه 14 نادي. فحتى دول اسيا كمان يا كابتن اسلام، عشان احنا برضه بنقعد نضغط على نفسنا قوي. انا كنت في الورقه البطوله العربيه وكان الكابتن محمد صلاح موجود، وحتى بص له لما كان مندوب الهلال السعودي بيشتكي من ضغط النجم الساحلي التركي، كان بيشوف ان هو مضغوط. مش عارفين يحددوا مواعيد المصادر بتاعتهم في البطوله العربيه من كثر المباريات اللي عنده. هي بصراحه السنه دي ان شاء الله تعدي تعدي على خير، وكل الامور تصبح جيده في بدايه الموسم اللي جاي. ولكن قبل بس ما اسيب حضرتك، هي الملاعب اللي هتستضيف بطوله كاس الامم الافريقيه تم تحديدها ولا لسه؟ يعني في اسكندريه تم تحديد استاد اسكندريه وحركه الحدود. ويمكن الناس كانت مستغربه ان استاد الجيش برج العرب ليه مش على الخريطه. بالظبط. لان منتخب مصر مش موجود، طبعا مش هنقدر نملى، او الجمهور مش هيقدر يملى استاد الجيش. فجبتوا استادات اصغر شويه. نعم. هيبقى الشكل مش حلو. استاد اسماعيليه، استاد الشروق في ملعبين، استاد الجيش في قوه، استاد السويس اللي تابع للوزاره الشباب والرياضه. نعم. القاهره في استاد السلام، واستاد القاهره، وفي كل الحربيه والمواطنين العرب. في 30 يوم للدفاع الجوي، في هتبقى فيهم للمباريات وفي للتدريبات. عندنا ملاعب كتيره يعني الحمد لله. ويمكن الميزه برضه ان هي في تشريف البطوله. ان الملاعب ممكن في الفتره من شهر 11 لشهر 2 بتبقى متهالكه. تمشي على خير، وان شاء الله زي ما سمعنا كده ان الدوري هيخلص شهر 8، ان شاء الله كل الامور تبقى جيده، والملاعب ان شاء الله ما يبقاش في اي امور فيها مربكه شويه. ولكن انا متاكد ان الامور هتبقى جيده ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا. انا بشكر حضرتك جدا يا حاج عامر على وجودك معانا. الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات في الدوري المصري. وزي ما قلت لحضراتكم، مهم جدا 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 نعرف ايه اللي هيحصل. الدوري هينتهي في شهر 8 القادم، مفيش حاجه اسمها الغاء للدوري، الدوري هيكمل وان شاء الله ينتهي في شهر 8 القادم. نروح بقى للمباراه اللي عندنا النهارده، مباراه النادي الاهلي ومباراه نادي سموحه. هذه المباراه الهامه جدا للنادي الاهلي في ظل صفقات جديده وفي ظل احداث كثيرة جدا من يوم الجمعة لغاية النهاردة. هنشوف ايه اللي بيحصل في معسكر المباراة مع مراسلنا كريم احمد. هنشوف كريم هيقول لنا ايه، ملازم دائما للمعسكر، نشوف هيقول لنا ايه. كل التحية ليك يا كابتن اسلام، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي اينما كنتم. الاهلي على موعد جديد من تحدي جديد في بطولة الدوري العام. سموحه والاهلي على استاد برج العرب، مباراه مؤجله من الاسبوع ال 15 من بطوله الدوري العام في تمام الساعه 5. كالعاده كابتن اسلام بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المباراه، رغم تعثر فريق النادي الاهلي في مباراته الاخيره، ولكن شغل كبير جدا من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي، الكابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ. الجوانب النفسيه اشتغلوا عليها بشكل كبير جدا، لان اكيد طبعا مع المباراه الاخيره والمباراه التي سبقت مباراه بيراميدز تعادل فريق للنادي الاهلي، اكيد طبعا كان في حاله من الاحباط بلغه الكره من لعيبه النادي الاهلي، لكن الدوافع بشكل كبير اشتغل عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمد يوسف، مستر مارتن. احاديث فرديه مع اللاعبين، احاديث جماعيه، اللعيبه كمان يمكن بيتكلم بعضها
في كل التدريبات سواء قبل التدريب او بعد التدريب، لان اهميه المرحله القادمه من بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه وتلاحم المباريات الكبير لابد يكون في غلق لهذه الصفحه وهي المباراه الاخيره والتركيز فيما هو قادم لفريق النادي الاهلي. كمان يا كابتن اسلام، والنقطه اللي حابين ان احنا نتكلم عليها ولمسينها على ارض الواقع وهو الشغل الكبير جدا اللي بيبذل من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وقطاع كره القدم بالكامل، جلب صفقات تفيد النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي، لاعبين يمكن خلاص دخلوا في قائمه فريق النادي الاهلي خلال هذا الموسم، لاعبين تعلم جيدا قيمه قميصا للنادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، وباذن الله يكونوا موفقين كل اللعيبه. مش عايزين ننسى حد طبعا، سواء صالح جمعه او رمضان صبحي، محمود وحيد، محمد محمود، حسين الشحات، واخيرا ياسر ابراهيم، وليس اخيرا منتظرين كمان يكون في صفقات اخرى لفريق النادي الاهلي. شغل كبير جدا من مجلس الاداره بناكد عليه، المهندس عبد القيعي مستشار لجنه التعاقدات، امير توفيق مدير لجنه التعاقدات، الكل بيعمل في مجاله، لان يمكن خلال الايام الماضيه وال48 ساعه الماضيه بالتحديد رساله طمانينه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي مع الصفقات المميزه والرائعه، واللي بناكد عليها ان كل من يرتدي قميص النادي الاهلي يعلم قميص النادي الاهلي وقيمته الكبيره والمطالبه بشخصيه النادي الاهلي، التحديات التي تواجه كل اللاعبين، كل ده طبعا كان اختيارات رائعه من قطاع كره القدم ومن مجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد بنوجه له كل الشكر والتقدير، ومنتظرين المزيد خلال الفتره القادمه في قطاع كره القدم بالتحديد، لان النادي الاهلي خلال المرحله القادمه عنده اكثر من بطوله واكثر من تحدي، مباريات عديده وتلاحم كبير يا كابتن اسلام في المباريات، لابد يكون كل لاعب على قدر المسؤوليه، اللاعب جاهز، يكون في لاعب واثنين وثلاثه في كل مركز. والحقيقه يمكن خلال الايام الماضيه مع جلب المزيد من الصفقات بالفعل قدرنا نشوف عدد كبير من لاعبين، عدد كبير ان شاء الله يفيدوا النادي الاهلي خلال الايام القادمه. ايضا كمان يا كابتن اسلام، لو بنتكلم على قائمه فريق النادي الاهلي اللي بدخل بيها اليوم، استمرت لاسارتي المدير الفني مكونه من 20 لاعب على راسهم الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي، ايمن اشرف، محمد هاني، علي معلول، كريم ندبد، محمود وحيد، سليف كلوبالي، محمد محمود، هشام محمد، اسلام محارب، عمرو السليه، احمد حمودي، رمضان صبحي، ناصر ماهر، وجيرالدو، محمد شريف، وليد سليمان، ومروان محسن. لو بنتكلم طبعا على اخر اسم في القائمه هو مروان محسن، القائمه 20 لاعب لكن واقعيا هتكون 19 لاعب، مروان عنده 3 انذارات لكن اكيد كانت رؤيه فنيه موفقه من مستر مارتن والكابتن محمد يوسف ان مروان يكون متواجد في معسكر فريق النادي الاهلي في هذه المباراه، لان النادي الاهلي هيظل في الاسكندريه في برج العرب استعدادا لمباراه الاهلي وفيتا كلوب الكونغولي، وهي اول مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. اكيد يمكن زي ما قلنا رؤيه فنيه مميزه ان النادي الاهلي يستمر في هذه المرحله في الاسكندريه لفرض مزيد من التركيز، يكون طبعا مستر مارتن ياخد على اللعيبه بلغه الكوره بشكل كبير، لان يمكن المباريات والتدريبات خلال الايام الماضيه يمكن الراجل ما بقالوش فتره كبيره جدا، فاي يوم بيكون متواجد مع اللعيبه عدد من الايام سواء في معسكر التدريبي او في التدريبات او في المباريات بيكون الانسجام اكتر، وده اللي اكيد مطلوب خلال الفتره القادمه. مستر مارتن والجهاز الفني بالكامل سواء من ابناء النادي الاهلي او سبيستيان او اليخاندرو يكونوا منسجمين بشكل كبير جدا لانتاج كل الطاقه الفنيه مع فريق النادي الاهلي. كالعاده ايضا كابتن اسلام، اصابات عديده بتضرب فريق النادي الاهلي واصابات مؤثره فنيا، بنقوله بنأكد طبعا الاهلي بمن حضر، لكن عدد الكبير اللي احنا نقوله طبعا لكل جمهور النادي الاهلي من الاصابات لتاثير فني، اكثر من مركز بيكون في غياب اكثر من لعيب، احمد فتحي، حسام عاشور، وليد ازارو، احمد الشيخ، وسعد سمير، وصلاح محسن، واكرم توفيق، ومحمد نجيب، وباسم علي. على ذكر طبعا وليد ازارو وصلاح محسن ومروان محسن، الثلاثي غائب عن هذه المباراه وهي مباراه سموحه. مستر مارتن النهارده يمكن هيدخل هذه المباراه بدون سترايكر صريح او بدون فيرود صريح في هذه المباراه، اكيد كان في شغل خلال ال 48 ساعه الماضيه على التكتيك، لان من الواضح ومن المتوقع التشكيله الاقرب اللي ممكن يخوض بها النادي الاهلي هذه المباراه هي الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، سليف كلوبالي، ايمن اشرف، علي معلول في المنتصف، عمرو السليه او محمد محمود او كريم ندبد، يمكن حتى المكان ده لسه ما اتحسمش بشكل كبير، محمد محمود او كريم ندبد هيكونوا متواجدين في وسط الملعب، رمضان صبحي وجيرالدو الوافد الجديد لفريق النادي الاهلي، وناصر ماهر ووليد سليمان. ايضا لو بنخص جيرالدو وهو لاعب من اللاعبين المميزين جدا وظهر بشكل رائع خلال المباراه الاخيره والمباراه الوديه مباراه تشبين، اثنى عليه بشكل كبير جدا الجهاز الفني بالكامل،
اعضاء النادي الاهلي اللي كانوا متواجدين، جمهور النادي الاهلي في لمساته واضح ان عنده شخصيه كبيره، عنده روح كبيره جدا، مهاري، عنده تحركات هيفيد بشكل كبير جدا النادي الاهلي، وده اللي اكد مستر مارتن عليه انه يكون متواجد في القائمه ومنها في المباراه النهارده ان شاء الله يكون موفق جيرالدو. مستر مارتن يكون موفق ايضا في اختيار كافه لاعبين ان شاء الله اللي باذن الله النادي الاهلي يحصد 3 نقاط هامين جدا في بطوله الدوري العام الفتره القادمه. باذن الله النادي الاهلي يستطيع للعوده للانتصارات، النادي الاهلي سياخذ مكانه الطبيعي في بطوله الدوري العام، البطوله الافريقيه باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي تدريجيا، نصل ان شاء الله للمباراه النهائيه، ومن المباراه النهائيه باذن الله النادي الاهلي يحصل على هذه البطوله. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لحظه بلحظه من خلال ملعب الاهلي، بننقل كل كواليس فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه، وباذن الله النهارده عقب هذه المباراه بفوز النادي الاهلي اللي بنتمناه اكيد كلنا وكل جمهور النادي الاهلي، نشارك فريق النادي الاهلي الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي، ونتكلم كمان عن مباراه فيتا كلوب، المباراه القادمه لفريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا كريم، الحقيقه تقرير وافي عن ما حدث خلال من امبارح للنهارده في معسكر المباراه بالنسبه للنادي الاهلي. عايزين نتكلم برضو عن تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي وما بين نادي سموحه، او قول لنا يلا هات لي الجرافيك يلا لو جاهزين يا شباب يلا. ايوه، مباراه اليوم النهارده طبعا زي ما حضراتكم عارفين 8 يناير الاهلي وسموحه، هذه المباراه مؤجله من الاسبوع ال 15. تاريخ مباريات الاهلي وسموحه في بطوله الدوري، الاهلي لعب ضد سموحه 16 مباراه، فاز في 8 وتعادل في 6 مباريات وهزم في مباراتين، وله 25 هدف وعليه 15 هدف. اكبر فوز لنادي الاهلي على سموحه 4-2 مره واحده، و3-1 3 مرات، اما اكبر فوز لسموحه على النادي الاهلي كان 3-0 مره واحده. هدافه النادي الاهلي وسموحه في المباريات عبد الله السعيد 8 اهداف، وعماد متعب ومحمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر ومؤمن زكريا وصالح جمعه وجودون اترام. اما بالنسبه لنادي سموحه، جودون اترام واسلام محارب لاعب النادي الاهلي الحالي المنتقل اليه من نادي سموحه. اما اول واخر مباراه ما بين الاهلي وسموحه في بطوله الدوري، اول مباراه ما بين الفريقين كانت في 2 ديسمبر 2010، كانت انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. أما آخر مباراة ما بين الفريقين كانت 8 إبريل 2018 وانتهت بالتعادل السلبي أيضا ما بين، أو التعادل السلبي فقط من غير أيضا، 0-0. أما أحرز أول أهداف للأهلي محمد أبو تريكة اللي كان بالمناسبة النهاردة موجود وبيساند الوفد المصري في بطولة كأس الأمم، أو في لمساعدتهم في تنظيم كأس الأمم الأفريقية. أيضا محمد أبو تريكة أحرز أول هدف للنادي الأهلي ضد سموحة، وأحرز آخر هدف إسلام محارب لاعب نادي سموحة السابق ولاعب النادي الأهلي الحالي. أما أول هدف أحرزه سموحة على النادي الأهلي كان من جودوين أترام، كان لاعب إفريقي موجود في نادي سموحة، وأحرز آخر هدف بانو دياوارا لاعب نادي سموحة. أما قائمة النادي الأهلي اليوم في هذه المباراة، طبعا دول 20 لاعب، ناس كتير هتسأل هو مروان موجود ليه؟ أقول لكم عشان في معسكر النهارده من النهارده لغاية يوم السبت أمام بيت. حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، خط الدفاع يعني ليه ثلاث حراس مرمى؟ ثلاث حراس مرمى عشان نفس الكلام. الثلاث حراس هيكملوا لغاية يوم السبت القادم، النهارده هيبقى في حارسي مرمى فقط يعني. خط الدفاع سليف كوليبالي وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم ندفد وعلي معلول ومحمد وحيد. أو محمود وحيد. خط الوسط هشام محمد وعمرو السولية وأحمد حمودي ومحمد محمود وأحمد الشيخ وإسلام محارب وناصر ماهر ورمضان صبحي وجيرالدو داكوستا ووليد سليمان. أما خط الهجوم فمروان محسن ومحمد شريف والمدير الفني مارتن لاسرد. أما قائمة نادي سموحة لهذه المباراة، محمد أبو جبل ومحمد فتحي في حراسة المرمى، خط الدفاع السيد فريد ومحمود عزت ومحمود منصور ومحمود معاذ وأحمد صبحي وأحمد العش. أما خط الوسط محمود سيد وإسلام صالح وأحمد حمص وأمد أكري وعمر بركات لاعب النادي الأهلي المنتقل حديثا إلى نادي سموحة كإعارة، وشريف رضا وإيدي إمومو وشيخ أحمد. أما خط الهجوم باسم مرسي المنتقل من اليونان لاريسا اليوناني إلى نادي سموحة، ومحمد حمدي زاكي لاعب النادي الأهلي السابق، وحسام حسن ويربك نيسيامبي.
أما المدير الفني لنادي سموحة وكابتن طارق يحيى. موقف النادي الأهلي وسموحة في هذه البطولة بطولة الدوري العام اللي زي ما قلنا من خلال الحاج عامر حسين أنها ستنتهي في شهر 8 القادم. الترتيب بالنادي الأهلي في المركز لعب 13 مباراة في المركز السادس، فاز في 7 مباريات، بس احنا متعودين دايما نقول المركز الأول، معلش يعني برضو 5-6 ماتشات كده ونرجع لتعودنا مرة تانية. الأهلي لعب 13 مباراة، فاز في 7، تعادل في 3 وهزم في 3 مباريات، له 19 هدف وعليه 11 هدف ويملك من النقاط 24 نقطة. أما نادي سموحة فلعب 17 مباراة، فاز في 4، تعادل في 11 مباراة وهزم في مباراتين، له 19 هدف وعليه 16 هدف ويملك من النقاط 23 نقطة في المركز الثامن. الأهلي بيجيب جوان امتى في سموحة؟ او في عموما، مش في سموحة بس عموما، من الدقيقة الاولى الى الدقيقة 15 الأهلي دايما بيحرز هدفين، او يعني خلال الفترة اللي فاتت احرز هدفين فقط. طيب من الدقيقة 16 إلى الدقيقة 30 أيضا هدفين، من الدقيقة 30 أو من الدقيقة 31 إلى الدقيقة 45 نادي الأهلي أحرز 3 أهداف، ده هذا الموسم في كم مباراة اللي لعبهم نادي الأهلي. أما من الدقيقة 46 إلى الدقيقة 60 نادي الأهلي بيحرز هدف وحيد فقط، أما الدقيقة من 61 للدقيقة 75 نادي الأهلي بيحرز 5 أهداف، أما من الدقيقة 76 للدقيقة 90 هدفين. دي بقى الكلمة المهمة هنا، دي هي دي، ها ده الرقم المهم بالنسبة لنا، 4 أهداف، لأن زي ما قلت لحضراتكم احنا حطينا هنا سلوجن في هذا البرنامج أو شعار كده هنمشي عليه اللي هو الدقيقة 90، زي ما قلت لكم ما تقلقوش على النادي الأهلي، ما تقلقوش على النادي الأهلي، ده مش في ماتش بس، أنا بتكلم على بطولة دوري أفريقيا كاس أي حاجة، تقلقوش دايما دايما النادي الأهلي، انتظروا النادي الأهلي، إن ما كانش كسب في أول المباراة هيكسب في النص، هيكسب في آخر المباراة، بس في الدقيقة 90 دي بالنسبة له بتبقى الموضوع أهم، فده السلوجن اللي هنمشي عليه خلال الفترة الجاية. تخيلوا حضراتكم إن يعني يمكن اللي بيعدي الدقيقة 90 أو من الدقيقة 61 للدقيقة 75 النادي الأهلي أحرز 5 أهداف خلال الفترة اللي فاتت، ودي أكبر نسبة أهداف من الدقيقة 61 للدقيقة 75، اللي بعدها بقى على طول على طول 4 أهداف بلس أو زائد 90 بلس 90، هي دي السلوجن بتاع النادي الأهلي، والناس كلها مقتنعة إن النادي الأهلي لا ييأس. الناس افتكرت النادي الأهلي في حتة، هو راح جاب حسين الشحات حط إيده في جيبه كده وقال لهم خدوا الشيك أهو. يلا اللي بعد كده. اما سموحه بقى، سموحه بيحرز اهداف امتى؟ من الدقيقه في اول ربع ساعه احرز هدفين، ومن الدقيقه 6 للدقيقه 30 هدفين ايضا، اكبر نسبه اهداف من الدقيقه 31 للدقيقه 45 في الشوط الاول، 5 اهداف سموحه خلال الكم 17 ماتش اللي لعبهم، من الدقيقه 46 للدقيقه 60 بيحرز 3 اهداف نادي سموحه، اما من الدقيقه 61 للدقيقه 75 3 اهداف ايضا، من الدقيقة 76 للدقيقة 90 4 أهداف. يبقى إذا ناخد بالنا من سموحة الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول دائما ما بيحرز أهداف، أحرز 5 أهداف، وده أكبر نسبة تهديف لسموحة في الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول. اللي بعد كده كابتن طارق يحيى لعب أمام الأهلي، بغض النظر عن كونه مديرا فنيا لنادي سموحة دلوقتي، ولكن لعب أمام النادي الأهلي 14 مباراة، تعادل في 5 مباريات، خسر في 9 مباريات، له أو أحرز في النادي الأهلي 10 أهداف كمدير فني طبعا، ودخل في 23 هدف. مارتن لازارتي طبعا، يعني مارتن لازارتي مش هنعرف نتكلم عنه، ما لحقناش. ده جدول ترتيب فرق الدوري المصري في موسم 2018-2019، في المركز الأول نادي الزمالك لعب 18 مباراة و41 نقطة، أنا هقول لكم أول 6 مراكز. أما بيراميدز في المركز الثاني لعب 16 مباراة له 33 نقطة، نصر المقاصة لعب 17 مباراة له 27 نقطة، مقاولين العرب قارة النجم عماد النحاس لعب 17 مباراة وعليه 6 وله من النقاط 26 نقطة، الإنتاج الحربي بقيادة النجم الكبير الكابتن مختار 18 مباراة له من النقاط 26 نقطة. أما النادي الأهلي في المركز السادس 13 مباراة، أقل الفرق لعبا ويملك من النقاط 24 نقطة. عايزين نكمل؟ طيب طلائع الجيش في المركز السابع لعب 18
مباراة عليه 4 ويملك من النقاط 24 نقطة. سموحة في المركز الثامن لعب 17 مباراة ويملك 23 نقطة. حرس الحدود بقيادة النجم طارق العشري في المركز التاسع 18 مباراة وله 21 نقطة. الداخلية بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية 18 مباراة في المركز العاشر ب 20 نقطة. وادي دجلة ب 11 في المركز ال 11 لعب 18 مباراة وله 20 نقطة. أما في المركز في المراكز الأربعة الأخيرة تخيلوا حضراتكم واحد من أكبر وأعرق الأندية نادي الإسماعيلي في المركز ال 15 من 15 مباراة له 17 نقطة. النجوم في المركز ال 16 له من 18 مباراة له 17. إمبي في المركز ال 17 له 16 نقطة. أما في المركز الأخير فنادي بتروجيت من 18 مباراة له 15 نقطة. أما قائمة هدافين الدوري العام المصري، حسام باولو في المركز الأول من الداخلية 9 أهداف، محمود علاء في المركز الثاني من الزمالك 9 أهداف، كهربا في المركز الثالث 9 أهداف أيضا، الثلاثة دول جايبين 9 أهداف. أما أحمد علي كامل للمقاولين العرب 8 أهداف، جون أنطوي في المركز الخامس من المصري المقاصة 7 أهداف، يوسف أوباما في المركز السادس ب7 أهداف من نادي الزمالك طبعا، شمال سبيكلي 7 أهداف من بتروجيت في المركز السابع، 8 إبراهيم ناداي ومن وادي دجلة 7 أهداف، مصطفى محمد في المركز التاسع من طلائع الجيش أحرز 6 أهداف، ماركوس كينو واحد من أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل في الدوري العام المصري في المركز العاشر 6 أهداف. ملاحظين حاجة طبعا، وده رسالة مهمة جدا 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 لجمهور او للعيبه النادي الاهلي، للعيبه النادي الاهلي المهاجمين. تخيلوا معلش، لا هات لي اللي فات تاني، هات لي الهدافين. تخيلوا حضراتكم ان في 10 هدافين ما فيهمش واحد من النادي الاهلي، ما فيش واحد من النادي الاهلي. عمرنا ما شفنا الحقيقه الوضع ده. ده معناه ايه؟ عندنا تنوع وعندنا من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال ومن كل حته، ولكن ان احنا نشوف 10 هدافين من مفيش واحد فيهم من النادي الاهلي، يعني اعتقد ان دي رساله لمهاجمين النادي الاهلي. اللي بعد كده حكام المباراه، طاقم تحكيم مباراه النادي الاهلي وسموحه حكما للساحه كابتن محمد عادل ومساعدي يوسف البساطي وهاني خيري، اما حكما رابعا اشرف مسعد، والاثنين حكام الحكم الخامس محمد سلامه ومحمد يوسف، طبعا مش المدير الفني للنادي الاهلي، أو أنا آسف المدرب العام للنادي الأهلي. طيب دي كانت التقرير اللي احنا عاملينه مع حضراتكم أو الجرافيك اللي احنا عاملينه لحضراتكم. خلينا نطلع نشوف تقرير عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي ونادي سموحة، وبعدين احنا نرجع نتكلم مع حضراتكم شوية عن ماذا قالت الصحف المصرية والسوشيال ميديا عن هذه المباراة. بعد كده هنستقبل ضيوفنا. بالمناسبة النهاردة عندي 3 من النجوم الكبار جدا 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 في النادي الأهلي، كابتن ماهر همام النجم الكبير، وكابتن عادل طعيمة النجم الكبير، والنجمة المنضمة حديثا لقناة النادي الأهلي ثامر بدوي، هيكونوا معايا النهاردة إن شاء الله بعد قليل لنشوف عشان نشوف رؤيتهم في مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموحة. نشوف التقرير وبعدين نرجع نتكلم شويه عن السوشيال ميديا، بعد كده هنستقبل النجوم الكبار اللي هيحللوا معانا. طيب ده كان تاريخ مواجهات النادي الاهلي ضد نادي سموحه. خلينا نطلع نشوف مع كريم احمد تشكيل المباراه ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه. كل التحية ليك يا كابتن اسلام الشاطر، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، متواجدين في استاد برج العرب مؤجله من الاسبوع 15 سموحه والنادي الاهلي في تمام الساعه 5. سريعا يا كابتن اسلام تشكيل الفريقين، هبدا معاك بالفريق للنادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، سليف كولوبالي، ايمن اشرف، علي معلول في المنتصف، هشام محمد وعمرو السليه على الاطراف، رمضان صبحي وجيرالدو، وفي الهجوم محمد محمود ووليد سليمان. احتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي شريف اكرامي، محمود وحيد، اسلام محارب، احمد حمودي، محمد شريف، ناصر ماهر، وكريم ندفد. تشكيل ايضا الخاص بفريق نادي سموحه بعد طبعا وصول الفريقين كالعاده قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف. نادي سموحه طبعا في حراسه المرمى ابو جبل، خط الظهر من اليمين للشمال احمد صبحي، السيد فريد، محمود عزت، محمد منصور، في المنتصف اسلام صالح، ايريك اومومو، محمود السيد،
وفي الهجوم محمد حمدي وأوميد أوكري وحسام حسن. أيضا دكة البدلاء الخاصة بفريق نادي سموحة محمد فتحي، أحمد العش، أحمد حمص، شيخ مبامبا ومحمود معاز، إيريك تسمبامبي وعمر بركات. كالعادة طبعا كانت استعدادات خاصة لفريق النادي الأهلي. أنهى مستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة قبل التوجه إلى استاد برج العرب. زي ما أنت طبعا تابعنا لتشكيله والنادي دلوقتي كابتن إسلام، وجود جيرالدو أحد الصفقات الرائعة والمميزة واللي أكدنا طبعا على ظهوره بشكل رائع ومتميز خلال التدريبات، وأيضا بالتحديد خلال مباراة شبين الأخيرة اللي كانت مباراة ودية ظهر فيها بشكل مميز، أكيد لفت الأنظار بشكل كبير. النهاردة بنأمل إن شاء الله يكون موفق، أحد الصفقات المميزة جدا. أيضا كمان هيشارك النهاردة في المباراة بشكل أساسي، يمكن زي ما شفنا طبعا محمد محمود اللي أيضا كمان بنتمنى له كل التوفيق. صفقات مميزة، صفقات إن شاء الله تفيد النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. جمهور النادي الأهلي أيضا كمان بنتمنى يكون متواجد بشكل مكثف خلال الأيام القادمة والمباريات القادمة. النهاردة طبعا طرف هذه المباراة هو نادي سموحة وصاحب الأرض النادي الأهلي، كالعادة يكون متواجد 500 مشجع، لكن حتى هذه اللحظة يمكن عدد قليل جدا في المدرجات. الفترة اللي جاية لابد من المساندة كابتن إسلام بشكل كبير جدا من جمهور النادي الأهلي. الدعم والمساندة كاتب هو ان شاء الله لا يخلي الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي يخرجوا من هذه الكبوه، وان شاء الله النادي الاهلي يستعيد سلسله الانتصارات. النهارده مباراه غايه في الاهميه زي ما اكدنا وقلنا كابتن اسلام، الغيابات الكثيره والاصابات وعوده بعض اللاعبين ان شاء الله من التاهيل، كل اللعيبه دي باذن الله يكتمل قوام النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدخل كل مباراه بدون اكتمال القوام الاساسي، ان شاء الله باذن الله عندنا ثقه كبيره في لعيبتنا للتاهيل ان شاء الله. كل اللعيبه اللي جاهز باذن الله يكون متواجد في القائمه، وباذن الله النهارده تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه، باذن الله النادي الاهلي يحصد الثلاث نقاط. مستمرين معاك يا كابتن اسلام اكيد كالعاده، ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي سموحه والنادي الاهلي على استاد برج العرب. باذن الله هذه المباراه ونقاط هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليل. اشكرك يا كريم على تشكيل المباراه. زي ما حضراتكم سمعتوا تشكيل مباراه النادي الاهلي ضد نادي سموحه، ان شاء الله تشكيلي يقدر يجيب الثلاث نقاط وهو الاهم. هذه المرحله هي مرحله الثلاث نقاط. سريعا جدا هنتكلم عن صحف اليوم وماذا قالت عن هذه المباراه وهذه المواجهه. بالنسبه طبعا للاهرام اليوم مباراتان في مؤجلات الدوري الممتاز، الاهلي يسعى لغسل احزانه في بحر سموحه العالي الامواج، والمصري يحاول استعادة ذكريات العميد حسام أمام بيراميدز. ده في الأهرام. أما في الأخبار الليلة، الأهلي يخشى سموحة في نوة الفيضة الكبيرة، ولاسارتي يحفز لاعبي ويرفع شعار لا بديل عن الفوز، ويحيى يجهز نيولوك لبطل الأسكندرية. أما الأخبار المسائي، الأهلي وسموحة الأمل الحائر، الأحمر يسعى لتعويض جماهيره والتمسك بفرصة المنافسة أمام بطل التعادلات. بالمناسبة سموحة أكثر فريق في التعادلات. أما بالنسبة للجمهورية، القلعة خطفت ياسر، الأهلي أمام سموحة ومواجهة ما بين حسام والمصري. أما في جريدة المسايف من مفاجآت سموحة، الأهلي ما بيخافش. طبعا جريدة المس على دماغنا، جريدة المس على دماغنا، بس الأهلي ما بيخافش. المدير الفني يلعب بدون مهاجمين ويدفع بالحاوي اضطراريا في رأس الحربة. طارق يحيى يحاول الخروج، طب خلاص ماشي. الشروق، الأهلي يصدم سموحة أو يصطدم بسموحة في مهمة استعادة الانتصارات، ولاسارتي يبحث عن الفوز رغم غياب الثلاثي الهجومي، وجيرالدو مفاجأة المباراة ومواجهة صعبة ما بين بيراميدز والمصري. اما في المصري اليوم، تفتح هقراها ازاي؟ ماشي. الاهلي يجهز او يحشد اسلحته. المصري اليوم، الاهلي يحشد اسلحته لاستعاده نغمه الانتصارات على حساب سموحه، ولاسارتي يشدد على استغلال انصاف الفرص، وطارق يحيى يتحصن بالصفقات الجديده. المصري اليوم بالمناسبه كانت الجريدة اللي انفردت بخبر توقيع حسين الشحات للنادي الأهلي. أما في اليوم السابع، الأهلي يسعى لانتفاضة كروية أمام سموحة الليلة، ولاسارتي يتسلح بالصفقات الجديدة لحل أزمة الهجوم، والفريق السكندري هدفه استعادة التوازن. أما من جريدة الوفد، اختبار جديد للفارس الأحمر في الدوري، الأهلي يسعى لإيقاف نزيف النقاط في مواجهة صعبة أمام سموحة.
أما من الدستور الأهلي يستقر على 7 لاعبين بالقائمة الإفريقية واستبعاد مؤمن. حتى هذه اللحظات لم يتم استبعاد أي لاعب. طيب خلينا نروح بقى للمواقع وكيف رأت مواقع التواصل الاجتماعي، كيف رأت مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموحة. السوشيال ميديا يعني، احنا نتكلم على السوشيال ميديا. برزنتيشن سبورت على موقعها الرسمي على تويتر قالت: مصر تفوز بحقوق تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، ألف ألف مبروك. ده FIFA.com برضو على حسابه على تويتر أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 بعد تفوقها على منافستها جنوب أفريقيا. تفوقها إيه؟ اكتساح اسمها. أما الكاف بالعربي قال عاجل، طبعا عاجل، مصر تفوز، ده كان من ساعتين ثلاثة، مصر تفوز بشرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. أما الاتحاد المصري لكرة القدم، مصر بلد ترحب بالدول الإفريقية وجماهير أفريقيا بالكامل في بطولة أمم أفريقيا 2019. ألف مبروك للشعب المصري الفوز بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019. ده شركة استادات، إحدى شركات بريزنتيشن على تويتر أيضا. كابتن أحمد شوبيرنا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بيقول: لحظة فوز مصر بتنظيم البطولة ردا على المشككين، فما كانت وقيمة مصر والشخصيات الكبيرة المتواجدة بها مثل هانيا بوريدا كبيرة للغاية، تصنع الفارق والذي قاد الملف باحتراف كبير إلى أن فازت مصر بالتنظيم. الحقيقة مهندس هاني بوريدا يستحق مننا كل التحية والتقدير. مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بيقول: تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 معناها ثقة كبيرة أو ثقة العالم الإفريقي في مصر. كابتن محمد أبو تريكة محبوب الجماهير: مبروك لمصر تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، قبلة الحياة تعود للكرة المصرية، أتمنى أن نحسن الاستفادة منها على كافة المستويات، المنظومة تحتاج إلى تكاتف الجميع لتقديم صورة تليق بعظمة بلدنا، كل الأمنيات الطيبة لتقديم بطولة مبهرة للجميع، إن شاء الله بطولة تعدي الكل. عصام الشوالي على تويتر أيضا قال: مبروك لمصر شرف احتضان تنظيم كأس الأمم الأفريقية، الكل يحتفل بتنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية. أما مصطفى الأغا أيضا المذيع قال على تويتر: ألف مبروك لمصر شرف استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019. أحمد صلاح حسني طبعا النجم الكبير في كرة القدم والنجم الكبير في السينما حاليا بيقول: شرف لأي لاعب أنه يوما ما مثل منتخب بلده أو منتخب مصر الذكريات الحلوة، ألف مبروك لمصر تنظيمها كأس الأمم الأفريقية 2019. أما رانيا يوسف الممثلة بتقول: سعيدة بعودة بلدي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. وأيضا النجمة ندى يوسف بتقول: مبروك ندى بسيوني ماشي، مبروك لمصر تنظيم أمم أفريقيا 2019. أولمبيك مارسيليا متشوقون لرؤية كأس أفريقيا 2019 في مصر مرة أخرى بعد 2006. هؤلاء كانوا الأولمبيون في القاهرة وقتها أولمبياد مارسيليا. ألف ألف مبروك تنظيم منتخبنا أو تنظيم كأس أمم أفريقيا. مصر قادرة على أن هي تنظم كأس الأمم الأفريقية، أنا متأكد من كده. عندنا رئيس اتحاد قوي جدا، عندنا اتحاد الحمد لله في بعض أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين فيه، الحقيقة كلهم مش هنقول بعضهم ولكن كلهم ناس محترمة وعلى قد المسؤولية خلال الفترة القادمة. عرفنا أن الدوري من الحاج عامر حسين سينتهي في شهر 8 القادم، والدوري اللي بعده هيبقى في آخر 9، 45 يوم أجازة ما بين الدوريين الآن أو دلوقتي بقى بعد ما استعرضنا كل الحاجات وعارفين أو هنستنى إن شاء الله محمد صلاح ماذا، هل سيكون هو الأفضل في أفريقيا، يستحق أن يكون الأفضل في أفريقيا 2018، نتمناها مصرية كتنظيم الأمم الأفريقية 2019. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنلتقي بنجوم الاستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي وملعب الأهلي
ثلاثة من النجوم الكبار في النادي الأهلي، النجم الكبير كابتن عادل طعيمة، النجم الكبير كابتن ماهر همام، النجم الكبير كابتن تامر بدوي بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم. لا مش ضيوف ولا حاجه، يعني هم اصحاب بيت الحقيقه، لانهم من النجوم الكبار للنادي الاهلي ومن النجوم الكبار لمنتخبنا الوطني. النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة. كابتن عادل ازي حضرتك؟ مشرف ومنور، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. الحمد لله على سلامتك وان شاء الله موفق توفيق باذن الله تعالى، ومشرف على الشاشه وبره الشاشه. ربنا يخليك. موفق باذن الله. ربنا يخليك. ايضا واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين والمنتخب الوطني. على فكره كابتن ماهر من الناس اللي ما خدتش حقها في الدماغ، يعني هو بيلعب بدماغه جامد جدا جدا جدا، يعني طول عمرنا بنتعلم منه ازاي نلعب بدماغ. ازيك كابتن ماهر؟ حبيبي شرفنا كابتن. ربنا يخليك يا اسلام. حضرتك جدا. تسلم حبيبي. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. ايضا واحد من النجوم التحليل والمنضم حديثا تاني حلقه معانا اهو النهارده، النجم الكبير كابتن تامر بدوي. ازيك يا تامر؟ اخبارك ايه؟ ازيك كابتن اسلام؟ مرحب بيك ومرحب بالساده المشاهدين. ربنا يخليك. خليني ابدا مع حضرتك كابتن عادل. التشكيل مع حضرتك؟ آه. طيب قول لنا كده تشكيل النادي الاهلي سريعا ورؤيتك عن هذا التشكيل. نبدا بسموحه الاول. زي ما حضرتك عايز. سموحه ابو جبل، وبعدين احمد صبحي، محمود عزت، سيد فريد، محمود منصور، ايدي ابوابي، اسلام صالح، محمود السيد، وكاركو، حسام حسن، محمد حمدي زكي. بالنسبه للنادي الاهلي، محمد الشناوي حراس المرمى، من اليمين للشمال هاني، كوليبالي، ايمن اشرف، علي معلول، عمرو السليل، هشام محمد، من اليمين للشمال برضو وليد سليمان، محمد محمود، رمضان صبحي، جيرالدو. الاحتياطي طبعا هنبقى نتكلم عليهم بعد. خلينا كده خلينا نبدا بالنادي الاهلي. راي حضرتك في تشكيل النادي الاهلي؟ والله انا شايف انه بالنسبه لخط الظهر ما لعبش فيه كتير، وبرضه الحاجه اللي تحسب للراجل انه على الرغم انه احتمال يكون الشناوي الماتش اللي فات كان فيه دروب شويه، ولكن بيبتدي بيه على اساس ان هو يعني ما يبقاش فيه عقاب. الحاجه الثانيه هاني بيرجع لمكانه، ايمن اشرف المكان اللي هو بيجيد فيه بقاله سنه ونص بيرجعه، سليف كوليبالي طبعا كان ادى مباريات كتيره كويسه ويمكن غلطتين ولا حاجه، علي معلول طبعا بيرجع بعد الاصابه، عمرو السليه وهشام الاثنين بقالهم اكتر من 5-6 ماتشات في نوع من التجانس والانسجام بينهم، طبعا وليد سليمان بيرجع وده قوه ضربه، احنا شفنا الماتش اللي فات الفتره الصغيره اللي نزلها يعني فرق جدا مع الفرقه، ولولا لو نزل بدري شويه كان ممكن يبقى فيه كلام. في طبعا رمضان عوده حميده وان شاء الله قوه ناحيه الشمال، قوه ضربه قويه جدا. جيرالدو انا الحقيقه شفنا كم لقطه منه، كم فيديو، لكن انا شفت له الماتش بتاع الماتش الودي، واضح جدا ان هو بيلعب على الاطراف وبيلعب راس حربه. مش عارف النهارده هل هو حسب التشكيل بيلعبه راس حربه، بس انا بشوف ان هو بيلعب على الطرف ويبقى وليد سليمان هو اللي في العمق. هنشوف في التشكيل المباراه مدى ساعه. بس هي طبعا الاداء دوت لازم نعرف احنا بنلعب سموحه، ان سموحه بتعادل 11 مباراه، فال 11 مباراه طبعا في جزء كان مع كابتن علي ماهر وجزء مع كابتن طارق يحيى. التعادلات الكتيره دي معناها ان هو بيكثف قوي خط الظهر وفي وسط الملعب، وبيعتمد على المرتدات من خلال محمد حمدي زكي وحسام حسن بيخلص الهجمات من نص فرصه، ثم الراجل الافريقي الاسمر طويل ده سرعاته وبرجله واسع جدا، وفي نص الملعب بيكثف بثلاث لاعبين، اسلام ومحمود السيد وايدي ايمومبي. تمام. فالثلاثه مع محمد حمدي زكي برضه بيرجع في فترات، والراجل الافريقي برضه بيرجع يامن، فده اللي بيخلي النتيجه دايما باستمرار كميه التعادلات بتاعتهم كتيره جدا، وبالتالي النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى
ولادنا كفريق ان شاء الله يستعيدوا ثقتهم ويرجعوا للانتصارات بتاعتهم. تمام. مفيش شك انه كنت عايز ابدا مع حضرتك بكلمتين صغيرين لجمهورنا. لازم تعرف قيمه النادي الاهلي وفانيلته، وتعرف ان النادي الاهلي المنافس بتاعه الفرق كبير قوي. عندك النادي الاهلي 40 بطوله دوري، المنافس 12، في الكاس 36 مره، المنافس 26، يعني فرق سنين كتير قوي. السوبر 9، المنافس 3، دوري افريقيا 8، المنافس 5، الكونفدراليه ما حدش خدها الا النادي الاهلي، كاس السوبر 6-2، كاس الكؤوس الافريقيه 4-1، يعني حتى ما فيش نسبه 50%. نعم. الرساله دي انا بقولها ليه؟ عشان جمهور النادي الاهلي يعرف وكل جمهور مصر يعرف ان النادي الاهلي قوي جدا بفضل الله ثم بجمهوره، وجمهوره هو اللاعب رقم واحد طبعا، مع ادارته مع جهازه الفني مع اللعيبه. اذا كان بيحصل نوع من الاخفاق بلا كل فرق العالم في الدنيا كلها بيحصل نوع من التذبذب في الهبوط نتيجه تلاحم مواسم، تغيير اجهزه فنيه، لكن النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي وهيرجع للبطولات وياخد البطولات باذن الله تعالى زي ما عود جمهوره، وجمهوره لا يمكن يتخلى عنه. تمام. كابتن ماهر، التشكيل اللي امام حضرتك ده شايف ان في مثلا واحد زي جيرالدو وهو صفقه جديده، محمد محمود ايضا على الرغم ان هو لعب 10 دقائق ربع ساعه المباراه السابقه امام بيراميدز وادى بشكل جيد ونقل النادي الاهلي الى الناحيه الهجوميه، هل تفتكر؟ وطبعا رمضان، لانه رمضان لعب الماتش اللي فات فهنعتبره بقى قديم خلاص. فخلينا نتكلم عن الصفقات الجديده في النادي الاهلي اللي هتلعب النهارده. رؤيه حضرتك لهذه الصفقات، هل جيرالدو مثلا لما يلعب النهارده كراس حربه في ظل عدم وجود ثلاثي هجومي، كيف ترى هؤلاء اللاعبين؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسلام، عايزين نحيي مجلس اداره النادي الاهلي في تسرعه، واخد بالك، وقراره في حته الصفقات الجديده اللي هم يمكن حوالي 6 لاعبين من الصفقات الثقيله، لعيبه كلها معظمها موهوبه، لعيبه كلها ان شاء الله ليها تاثير بشكل جيد على انتقال النادي الاهلي من مرحله لمرحله. نعم. وفي نفس الوقت كمان عايزين نحيي اللعيبه السته اللي هم اختيروا من خلال هذه الفتره، كلهم يعني هدفهم وجودهم في النادي الاهلي، ضحوا بحاجات كتيره جدا بنحييهم من خلال التضحيه ديت. في نفس الوقت هم كمان اختاروا النادي الاهلي اللي هو بيعرض البضاعه بشكل كبير جدا، ويقدر يبقى اللعيب من خلال النادي الاهلي ينتقل ان شاء الله للاحترافيه اللي احنا بنتمناها لكل لاعبتنا. النقطه الثانيه، بنحيي طبعا الجهاز الفني ان هو بدا يشارك اللاعبين دول من بدايه المباراه. بعض الاقاويل تقول لك او بعض المدربين تقول لك بالظبط اقلم واستنى عليه شويه ولسه بدنيا ما ظهرش وفنيا ما تواجدش، تكتيكيا مش في حالته، لكن لسارتي من البدايه واضح قوي ان هو بدا يدفع بالنجوم النهارده يمكن بتشارك. شفنا رمضان صبحي في المباراه السابقه مع بيراميدز، يعني كان شوط جيد بالنسبه له، اداء مميز لجميع اللاعبين النادي الاهلي. النقطه الثانيه كمان يا اسامه ان هو عوده كلوبالي، ودي اللي احنا كنا بنطالب بيها يا كابتن عادل لو نفتكر يا تامر، ان احنا كنا محتاجين سرد باك عنده عنصر الطول. برافو عليك. الماتش اللي فات حضرتك ما كنتش معانا، ولكن الماتش اللي فات تحديدا احنا اتكلمنا على ان الهدف الاول اللي دخل فينا دخل من كره ثابته، كان من المفترض ان هو يبقى حد طويل يعني. ويمكن مع احترامي طبعا لايمن اشرف واحترامي لمحمد هاني، الحته لا ده باكين كان ده باكين وبيأدوا دورهم كسرد باكين، بنحييهم طبعا على ادائهم، لكن في اوقات يا اسلام انت الحاجات الثابته بتبقى مشكله عليك، اذا طبعًا. كانت كورنر، اذا كانت فاولات جانبيه، اذا كانت حاجات مباشره، فانت محتاج عنصر الطول. فالنهارده انا بحيي لاسارت ان هو ملحوظه جيده بالنسبه له، واحنا شفنا المباراه اللي فاتت الراجل بيدون بعض الملاحظ اذا كانت الدفاعيه او الهجوميه، فدي من ضمن الحاجات اللي الراجل دونها في اجنته في اجندته ان هو يقدر يعالجها. النهارده الحمد لله بدا بكلوبالي من البدايه، وده عنصر ان شاء الله يفيدنا في حته التنظيم الدفاعي. لكن بالنسبه للشكل واداء النادي الاهلي احنا متورثين، هو بيكتب هو يا كابتن يعني سمير جمالك على طول. انا طبعا بحييه ان هو الراجل قدر ان هو يدون بعض الحاجات اللي فيها الاخطاء الجماعيه، وحتى يمكن في المؤتمر اتكلم عليها، حتى الاخطاء الفرديه. ومن خلالها مباراه شبين قدر يعالج اجزاء كثيره جدا جدا منها.
يعني ان هو بدا يهتم بالجوانب الدفاعيه، بدا يهتم بالجوانب الهجوميه، درجة النهارده بيشارك يمكن وليد سليمان من بدايه المباراه، يمكن المباراه السابقه تاخرنا شويه على وليد، لكن عايز اقول لك ان طول عمر النادي الاهلي يا اسلام عنده سيستم متورث من ناحيه التكتيك، يعني عندنا شغل من على الجناب، بدانا نشوفها المباراه اللي فاتت، الربط اللي بين محمد هاني ووليد سليمان، الربط اللي بين معلول برضو، احنا بنتفرج واحنا بنتكلم عن المباراه دي، مباراه الاهلي وشبين الوديه، ثلاث اهداف زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي كسب هذه المباراه ثلاث اهداف. اتفضل يا كابتن بالظبط. والمباراه دي التجربه دي كمان يمكن بتدي فرصه للمدير الفني الناس اللي ما بتتفرجش عليها او ما شافهاش، فالمباراه ديت اظهرت له بعض النجوم، يمكن منهم جيرالدو اللي هو الراجل الافريقي المحترف، محمد محمود كمان بالنسبه للصفقه من وادي دجله، انا شايف انه بين اللعيبه الواعدين في هذا المكان عنده حيويه وعنده نشاط وعنده انقضاض وعنده رؤيه وعنده تصويبات على المرمى. نعم. المباريات الحبيه اللي بتتعمل بعد المباريات الرسميه يا اسلام بتفيد المدرب الفني بشكل كبير جدا، انك انت بتجهز اللاعبين، بعض اللعيبه بتبقى واخده كارت احمر، بعض اللعيبه عندها اصابات، بعض اللعيبه عندها اجهاد، لكن المدير الفني يقدر يختار التشكيله المناسبه. النهارده مستر لاسارتي قدر ان هو يختار التشكيله المناسبه لهذه المباراه بالتكوين اللي هو اللي احنا شايفينه، يمكن في ثبات في خط ظهر النادي الاهلي بشكل جيد، محمد هاني في ناحيه اليمين، كولوبالي قلب دفاع، ايمن اشرف، علي معلول، عوده علي معلول كمان ادتنا دفعه وادتنا ثقه بشكل كبير جدا لخط ظهر النادي الاهلي، الثبات اللي موجود عليه السوليه وهشام محمد من حته التنظيم الدفاعي، من حته الانقضاض، من حته الميلان والتغطيه، من حته المسانده الهجوميه، الثلاثي بقى الهجوم اللي انا شايفه بيعتبر ثلاثي هجوم مرعب ان شاء الله من البدايه، وليد سليمان ومحمد محمود ورمضان صبحي، ويمكن الاختلاف على جيرالدو يلعب راس حربه او يلعب ناحيه الطرف، دي هنشوفها طبعا من بدايه المباراه. عايز اقول لك اسلام النهارده ثلاث نقاط مهمين جدا، الدوافع اللي موجوده عليها النادي الاهلي بدات من الشوط الاولاني من مباراه بيراميدز، نتمنى النهارده ال 90 دقيقه لهؤلاء اللاعبين، واذا كان في اختيار على الدكه حد يقدر يكمل مشوار في الشوط الثاني، فنتمنى الدوافع بتاعت النادي الاهلي والفنانه الحمراء دي اللي احنا محتاجينها يا اسلام الفتره اللي جايه من لعيبه النادي الاهلي. تمام. تامر، رؤيتك برضو للتشكيل والدفع بهذه الصفقات الجديده خصوصا في ظل هذا النقص الهجومي الواضح جدا في النادي الاهلي. طيب قبل ما اتكلم على التشكيل يا اسلام ووجهه نظري، في كام نقطه كده عاوز اتكلم عليهم سريعا جدا. اول حاجه لازم النهارده لما تيجي تتكلم على جمهور النادي الاهلي مستني من لعيبته النهارده ان هو يبقى عندهم نخوه، لاني خلاص في حاجات كتيره بره الملعب، يعني بمعنى ان الاداره عملت اللي عليها، جابت لعيبه، جابت جهاز فني، الدور بقى متبقي على اللعيبه، اللعيبه لازم يكون عندها نخوه، خاصه انت في الفتره الاخيره ولا نتائجك ولا ادائك راضي جمهورك. نعم. الخساره اللقب الافريقي وراء اللقب العربي، والخساره من قدام المقاولين، التعادل مع الداخليه، الخساره في الاخيره من قدام البيراميدز، لا يبقى في نقطه، ومن اول السطر لازم اللعيبه النهارده تحس ان الجمهور لازم يحس ان اللعيبه بتموت نفسها في ارض الملعب، دي اول نقطه. النقطه الثانيه لما تيجي تتفرج على تيم النادي الاهلي كواحد من الناس اتمنى ان يكون في حصل استشفاء، عمليه استشفاء كويسه لفريق النادي الاهلي. نعم. لان اتكلمنا اسلام او بالتحديد على المستوى الشخصي، انا بتكلم من بدايه السيزون ان النادي الاهلي متاثر جدا بالعامل البدني. نعم. وده باين على اللعيبه وباين على القرارات اللي اللعيبه بتاخدها غلط، وحتى لو اللعيبه اخذت القرار الصح ما بتقدرش تنفذ القرار الصح. واتمنى لو فريق الاخراج عنده الهدف يا اسلام، لاني لما روحت اتفرجت على المباراه تاني وانا حتى بحضر المباراه دي اكتشفت حاجه يعني غريبه شويه في الهدف بتاع الهدف التاني بتاع عبد الله السعيد في بيراميدز. في لنا الجون يا سمير لو سمحت، عاوزك تاخد تركز حتى على القرار اللي اخده هشام محمد. هشام محمد لعيب اللي المفروض بدل ما يروح يقفل على عبد الله السعيد سابه كانه راح بيقفل الزاويه البعيده بتاعه الشناوي، والكره حتى لما عليت من عبد الله، ده دليل على ان لعيبه النادي الاهلي من التعب او العامل البدني مش قادره تاخد القرارات الصح. انت قلته يمكن المره اللي فاتت في الاستوديو، قلت ان الناحيه معانا اهو برده وانت واحنا بنتكلم من الاول خالص، ان انت قلت ان الناحيه البدنيه مؤثره بشكل كبير في قرارات النادي الاهلي في الشوط الثاني. دي حقيقه، لان ده الاساس اسلام اللي بتبني عليه كل حاجه، انت البري سيزون عندك بيبقى فيه اللي هو اللي بيبقى بدايه قبل كل موسم بيبقى العامل البدني، لان هو ده اللي هيوقفك على رجلك طول السيزون. انا طبعا بتكلم على الجول، الجول من اولها دي هو كده من البدايه. انا عاوز بس من اول لما كينو لعبها لعبد الله السعيد، انا عاوزك تشوف حتى القرار بتاع هشام محمد ايه القرار.
طبعا ناهيك عن ان البطء في الارتداد، ناهيك عن ان مفيش حد اخذ قرار بافساد الهجمه اللي خلي بالك ده كان لسه في بدايه الشوط الثاني كان مظبوط. اتفضل. طبعا مفيش حد هنا بيفكر يفسد الهجمه المرتده، لكن عاوزك ومفيش حد مراقب عبد الله السعيد، لكن عاوزك اول لما الكوره تعلى من عبد الله السعيد بص هشام محمد بيعمل ايه. بس هشام محمد ساب عبد الله السعيد بدل بيرجع بظهره يقفل الزاويه الشمال بتاعه الشناوي اللي هو الشناوي فيها اساسا. مظبوط. عارف لو فاول يا اسلام، لو فاول ضربه حره ثابته ممكن اقول ان هو بيرجع ورا الحيطه بيقفل الزاويه بتاعه الحيطه اللي الجول كيبر بيبقى ماسك الزاويه الثانيه. نعم. لكن هنا هشام كان لازم يضغط على عبد الله، هو مش قادر ياخد القرار ولا قادر يضغط على عبد الله لانه مش قادر. أنا هنا واضحه قوي، بص هنا واضحه قوي، بص ساب يعني انت المفروض بتقفل، ده هي عليه كمان من فوق، عليه فوق قوي من عبد الله، انت لازم تروح تقفل على عبد الله. نعم. حتى تخليه ما وهو بيسدد ما يبقاش مركز بالظبط. لكن هو يعني لو رميت نفسك مثلا ولا حاجه قدام الكره الله اعلم يعني ممكن بتحاول تضيق يعني ممكن تخبط في رجلك وتطلع كورنر. نعم. ممكن تخبط وتروح سهله في ايد الشناوي. فاللي انا بتكلم عليها يا اسلام ان اتمنى ان يكون في النهارده عمليه استشفاء جيده للعيبه علشان اللعيبه تبقى قادره بدنيا. النقطه الاخيره قبل ما اكلمك في التشكيل ليها علاقه بمارتن لاسارتي المدير الفني. في مباراه بيراميدز انا بصراحه ما حسيتش باي تغيير بصمه ليه او شغل ليه، ما حسيتش ان النادي الاهلي النهارده نازل قدام بيراميدز بيشتغل على حاجه معينه، ما حسيتش ان الاهلي بيشتغل على الاطراف، ما حسيتش مثلا ان الاهلي بيشتغل على الاختراق من العمق، ما حسيتش ان الاهلي بيشتغل على تجميع تمريرات ضيقه وبعدين عمل تمريره في ظهر المدافعين، ما حسيتش ان في تسديد على المرمى، ما حسيتش بشغل مدير فني بيشتغل على حاجه معينه. النهارده اتمنى ان يكون في شغل للمدير الفني ليه عنده فكر بيشتغل على حاجه معينه. لازم اكون حاسس ان المدير الفني للنادي الاهلي مجهز اكتر من سيناريو للتعامل مع فكر كابتن طارق يحيى. تمام. هل ده دلوقتي ولا نستنى لما انا عارف ان هو ان المباراه الاولى عارف انت هتقول لي لا مش المباراه انا عارف المباراه إنها كانت الاولى المباراه الاولى يعني احنا خمس ست ماتشات دايما بيقولوا لنا الكباتن الكبار دايما يقولوا لنا ايه استنى خمس ست سبع ماتشات وبعدين احكم عليه. بس انا مش بتكلم في كده، هل نتكلم ان هو نستنى لما المصابين يرجعوا كمان ولا اصل خلي بالك الفرقه عندك 11 واحد بره الفرقه عشان اوصل لك وجهه نظر يا اسلام. لا انا بتكلم على حاجه معينه المدير الفني ملاحظها في ارض الملعب. يعني انت شايف ان الطرف الشمال مع بدايه الشوط الثاني بقى نشيط جدا بانضمام محمد حمدي وكينو في مباراه بيراميدز، لا لازم تقوم تتحرك تقفل الحته اليمين دي اللي انا بتكلم عليها، مش بكلمك على بصمته ان شغله يبدا يبان او فكره ليه يبدا يبان. اكيد طبعا في استعجال لو احنا بنتكلم من اول مباراه، لكن تمام. في حاجات لازم يعالجها سريعا. اخر نقطه عندي لازم اتكلم عليها، لازم يكون مجهز هيتعامل ازاي مع الفكر بتاع كابتن طارق يحيى، لان انا لو سالتني على المستوى الشخصي انا متوقع ان النهارده كابتن طارق يحيى هيلعب باسلام صالح وهيلعب بمحمود سيد في نص الملعب وهينضم اليهم امومو كمان الراجل الاشول المهاري، هيلعب بزياده عدديه في نص الملعب وهيبدا يشتغل على الهجمات المرتده سواء عن طريق محمد حمدي في الطرف الشمال او عن طريق اوميد اوكري السريع جدا المرعب في الهجمات المرتده في اللاعب الاثيوبي اللي كان في الانتاج اللي في الطرف اليمين هيشتغل عليه. طب انت ازاي هتفسد الهجمه المرتده دي النهارده؟ ازاي هتعالج حته السرعات بتاعت اوميد اوكري النهارده؟ وعلي معلول برضو خلي بالك لانه لسه علي مهما كان كويس المباراه اللي فاتت ولكن راجع لسه برضو بدنيا لسه راجع وكده، وهل هو كابتن طارق رامي اوميد عليه عشان يبقى يوقفه شويه؟ ده اللي هنتكلم فيه. ولكن خلينا نروح لكريم احمد مراسل ملعب الاهلي من ارض الملعب ومع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، نشوف هيقول لنا ايه عن تنظيمه لهذه المباراه. كمان ينضم لي بقى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. طبعا برحب بيك طبعا محمد بيه في البدايه وموفقين. يمكن لسه كان لقائي مع الكابتن اسامه، في شغل كبير بيبذل من مجلس الاداره في كافه الاتجاهات رغم كل الظروف المحيطه بمجلس الاداره وفريق النادي الاهلي. بتشوف الشغل ده ازاي وبتشوف مردوده كمان من الجمهور؟ لامسين حاجات كتيره جدا محمد بيه، حابب تقولي في البدايه عن الفتره اللي فاتت دي كلها. لا اولا احنا لازم نبارك لمصر على تنظيم كاس امم افريقيا، دي رساله قويه جدا، رساله من الشعب المصري ومن الامن المصري ومن القيادة السياسية للعالم كله اللي مصر فيها الأمن وفيها الأمان وفيها القوة وفيها وحدة شعب. إن شاء الله بإذن الله هيظهر بطولة بشكل جيد جدا، الناس كلها هتتكاتف عشان خاطر يعني إنجاح البطولة دي لأنها مهمة جدا بالنسبة لنا في التوقيت ده، مهمة جدا جدا. وإن شاء الله بإذن الله يعني زي ما احنا بنراهن دايما على جماهير الكرة المصرية الواعية خصوصا جماهير النادي الأهلي، احنا بندعو كل جماهيرنا إن شاء الله بإذن الله تتكاتف وهنقف كلنا ورا منتخبنا باذن الله ورا تنظيم البطوله عشان تخرج بالشكل اللي يليق بمصر في الوقت اللي احنا كلنا محتاجين فيه البطوله دي. دي اول حاجه. ثاني حاجه طبعا الحمد لله احنا النادي الاهلي اتربينا فيه واتعلمنا اللي احنا نستحمله واتعلمنا اللي احنا يعني بنيجي على نفسنا عشان خاطر النادي الاهلي.
بنضحي بكل حاجه عشان خاطر النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي اللي علمنا حب بلدنا، واللي علمنا حب مدرستنا، واللي علمنا حب اصحابنا. النادي الاهلي قصه يعني حياه كبيره جدا مهما قلناها مش هنقدر نوصفها. طبعا احنا رغم كل الضغوط احنا ما بنتكلمش، بس هو سؤال احنا عايزين نساله عشان الناس بتتكلم كتير. لو النادي الاهلي هو اللي مش هيشتري الصفقات اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه، مين في مصر عارف يشتري؟ النادي الاهلي عارف الوقت كويس، اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب عارفه امتى هتشتري وامتى هتتحرك وامتى نرد وامتى نسكت وامتى مين اللي لازم نرد عليه ومين ملوش لازمه. عندنا حاجات كتير جدا، ملفات كتير جدا، في دور النادي الاهلي يعني عشان خاطر اكبر مؤسسه وطنيه للاسف على عاتقه وعلى اكتافه وعلى مسؤوليه، واللي هم قادرين يتحملوا هذه المسؤوليه عليهم مسؤوليه كبيره جدا عشان حجم النادي الاهلي، شعبيه النادي الاهلي. احنا بنيجي على نفسنا كتير يعني فعلا ضبط النفس. يعني عندك رئيس نادي لازم ياخد جائزه، اكبر واحد عنده جائزه ضبط النفس بصراحه لو على الرد وقله الادب والكلام ده كله. يعني سهل، اسهل حاجه اللي احنا نعمل كده، بس احنا ده مش اخلاقنا. ولكن احنا النهارده بنقول الحمد لله رب العالمين، انت بتتعلم من اخطائك، بتتحرك عليها بسرعه جدا. يمكن احنا بنحافظ على الكيان، وهو ده الاساس اللي كابتن خطيب رئيس النادي دايما بيعلمه لنا ودايما بنحافظ عليه، ازاي بتغير وازاي بتقدم الجديد لناديك وازاي بتعمل التطوير، بس في نفس الوقت انت بتحافظ على الاساسيات، بتحافظ على المبادئ، بتحافظ على الكيان ما تهدوش. اسهل حاجه برضو اللي انا هد، كان صعب قوي اللي انا ببني، تدي كل واحد فرصته عشان خاطر يثبت حبه للنادي الاهلي. في ناس بتبقى قدرتها خلاص مش هتبقى تستوعب المرحله، بنقول لها متشكرين جدا. في ناس النهارده عندها قدره اللي هي تاخد النادي الاهلي، انت ما بتتاخرش، بس كل حاجه في الوقت المناسب. عشان كده انا بقول لجمهورنا وخصوصا جمهور السوشيال ميديا، لان انا جمهور الشارع انا واثق فيه 100%، يعني جمهور السوشيال ميديا ارجوكم ما تضعفوش النادي الاهلي. بلاش انا شايف الناس النهارده بقى بتحب السبق، تعلن قبل ما الصفقه تخلص وتعلن قبل، مش عارفين المجهود ومش عارفين المفاوضات ومش عارفين التعب اللي بيحصل قد ايه. النادي الاهلي ما بيعلنش غير اما يكون انهى كل شيء فعلا، عشان خاطر ما ينفعش نعلن على حاجه ويكون فيها لسه كلام. فانا بدعو النادي، جمهور النادي الاهلي، تكتفوا كلكم ورا ناديكم، مفيش فرق بين اداره وبين جمهور، مفيش فرق بين جمهور واعضاء جمعيه عموميه، عشان الناس اللي عايزه، لا لا، كلنا جمهور النادي الاهلي، كله اسم مجلس الاداره جمهور النادي الاهلي، اعضاء مجلس اداره جمهور النادي الاهلي، الاداره التنفيذيه جمهور النادي الاهلي، كلنا اعضاء جمعيه عموميه، ده ناس يعني ده كلهم جمهور النادي الاهلي. احنا شفنا فرحه الجماهير ان شاء الله باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ويتمها بقى بالبطولات ان شاء الله. كابتن خطيب بيدعم الفرقه ومصر لدعم صفوف الفرقه، خزنه النادي مفتوحه، استاذ خالد الدمدلي طلع قال الكلام ده، مين الصندوق كلها قطاع الكوره، النشاط الرياضي، القطاع الخدمي. لو هتيجي تدور النهارده مش هتقول النادي الاهلي كوره بس، لا الحمد لله رب العالمين طبعا الاولويه للكوره نمره واحد. قطاع النشاط الرياضي انت بتدعم الفرقه على اعلى مستوى وبتعدي العقود وبتعدي اللوائح لمرتبات المدربين. القطاع الخدمي اديك انت شايف انت بتغير على كل المستويات، احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا، ودايما النادي الاهلي احنا واثقين فيه، اسمه كبير، موارده كتير، اكبر عقد رعايه موجود عندك واكبر عقد بس الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها والتمام بالخير ان شاء الله. فعايز اطمن الجمهور ما تقلقوش، احنا عارفين نرد امتى ونسكت امتى، بس ارجوكوا خليكم عامل مساعد لينا، ودوركوا اساسي بالنسبه لنا جدا. انت اللاعب نمره واحد اللي دايما في ظهر ادارتك، دايما في ظهر فرقتك على الحلوه والمره معاه، وربنا يوفقنا ان شاء الله. شكرا جدا ومزيد ان شاء الله من الانجازات، واكيد بنشكر من خلالك مجلس اداره النادي الاهلي ومنتظرين منه المزيد يا محمد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. بنشكر اكيد كابتن اسلام العميد محمد مرجان كابتن اسامه حسني الجميع على قلب رجل واحد. زي ما اكدنا وقلنا مجلس الاداره بيشتغل بشكل كبير جدا على الصفقات، على التدعيمات، على امور كثيره جدا في قطاع كره القدم بالنادي الاهلي، بجانب الملفات الاداريه، الملفات الانشائيه، النشاط الرياضي، الشغل في كافه الاتجاهات يا كابتن اسلام. وده اللي منتظرينه من مجلس الاداره، اعضاء النادي الاهلي اكيد على سعاده كبيره جدا خلال الفتره القادمه، منتظرين المزيد، واكيد ان شاء الله كالعاده النادي الاهلي يكون مصدر السعاده. عوده ليك يا كابتن اسلام وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا يا كريم. كابتن عادل عايز اسال حضرتك على طول لان ما عندناش وقت، هل سليف كوليبالي وعلي معلول، كنا بنتكلم على اومد اوكري وعلي معلول، كابتن طارق يحيى حط اومد اوكري على علي معلول لايقافه شويه، ولا وجهه نظر الكابتن طارق يحيى هتبقى ايه؟ اكيد ولذلك من النقاط المهمه جدا انه ايمن اشرف واحنا بنهاجم وهو بيلعب على المرتده يبقى عامل نوع من التغطيه ورا علي معلول. ايمن ولا هشام ولا عمرو؟ لا ايمن. ايمن اشرف ان هو بيستغل الجبهه اليمين بتاعته، ان علي معلول وهو بيهاجم مع رمضان صبحي ورمضان برضو الجانب الدفاعي، اعتقد ان هو ايام كاس العالم كان بيرجع وبيدافع، لكن احنا النهارده مش مطلوب مننا ان احنا انه يطلع يدافع 100%، ولكن يبقى فيه نسبه من الدفاع، لذلك ايمن اشرف يبقى حاطط
اعتبار كويس قوي انه يبقى عمليه التغطيه ورا علي معلول يبقى عامل المسافه بحيث ان علي لما بيزيد والكره هتتلعب من وراه لازم يبقى في حد واقف يبقى واخد مسافه لانه راجل سريع جدا يبقى واخد المسافه بحيث ان هو يقطع من وراه. في نقطتين مهمين. اتفضل يا كابتن. المدير الفني راجل جه شاف اشرطه ثم جه يوم 28 النهارده 8 لو هو ساحر استحاله يعرف عنده 30 لعيب مطالب انه يعمل صفقات ومطالب انه يعمل اعارات ومطالب انه يستغنى عن لاعبين. دي طبعا عمليه سحر الى جانب ان هو عشان يحط بصمه صعبه جدا. لا بس جدا هو هنا هو هنا تامر لما بيجي يتكلم بيتكلم عن ايه اعتقد يعني ان تامر لما بيجي يتكلم بيتكلم عن ان اعمل جمله في الملعب يعني في الملعب انا بعمل جمله في وجود اكس في وجود زد في وجود هذه جمله او علاج حاجه او علاج حاجه جوه الملعب في حاجه شايفها في الملعب لازم هو عليها بسرعه من ضمن الجمله الجول اللي احنا جبناه جول الاولاني رمضان صبحي راح وقطع ووقف علي معلول راح يعني دي جمله من ضمن الجمل اتعملت لازار وازار وركب وطلع فدي برده وبرده الناحيه اليمين طبعا كانت شغاله الشوط الاولاني النادي الاهلي كان مسيطر سيطره كامله على الجيم الشوط الاولاني النادي الاهلي 45 دقيقه ويمكن زي ما قال تامر الجانب البدني واللي احنا بنعاني منه نتيجه يعني حاجات سابقه المدير الفني السابق والراجل بتاع الاحمال السابق يمكن كانوا ليهم يد لكن برضو تامر بقول ان اللعيبه عندها روح قتاليه اللعيبه واقعه تحت ضغط بس كلمه نخوه لا احنا لعيبتنا عندها نخوه كويسه قوي لا احنا عندنا روح قتاليه وروح النادي الاهلي فنيه النادي الاهلي موجوده عند كل لاعب هتلاقي وليد سليمان عشان يلعب في النادي الاهلي عيه وقعد يعني سنين طويله علشان يجي النادي الاهلي زي حسين الشحات بيتنازل وساب الدنيا كلها علشان يجي النادي الاهلي فاللعيبه عندها النخوه وعندها الرجوله لكن لما يكون في حاجات انت مش في ايدك كلاعب انت لما المدير الفني بيديلك جرعات تدريبيه جرعات تدريبيه ممكن تكون غلط وكلنا بنغلط فالجرعات دي بتاثر على اداء اللاعب ما بيقدرش يكمل 90 دقيقه هل منه هو ما اعتقدش لان كله انتظام في التدريب انتظام في المباريات الوديه في كل حاجه الناس شغاله فحته الروح القتاليه دي موجوده من البراعم من الولاد صغيرين لحد الفريق الاول فانا بس بصلح لك الحته دي لان كلمه نخوه دي وجعتني لا لعيبه النادي الاهلي عندهم النخوه قتله بس يا كابتن عادل انا قصدي ان اللعيبه لازم انا عارف ان انت قصدك الروح القتاليه الروح القتاليه دي موجوده لكن انت بتلاقي في حاجات اخرى معوقاك الراجل بتاع احمال بيديك احمال مش مظبوطه وبالتالي انت بتنزل الملعب ما انتش قادر انت عايز تعمل وعايز تجتهد وعايز تتعب انت سعد سمير في احد الماتشات عنده شد وعايز يكمل وبيعيط لا الروح دي موجوده واعتقد انها في الفتره اللي جايه الراجل المدير الفني الاصابات اللي راجعه مع التدعيمات اللي جايه واللي جت واللي هتيجي اعتقد هيكون فرقه لان الراجل ده عجبني جدا في طلباته عايز يصلح ارضيه الملعب عايز في بعض المراكز قال انا عايز باك عايز قلب دفاع وعايز هاف ديفندر ودي الحاجات اللي كلنا كنا بننادي بيها برضو من ضمن الحاجات الاجهزه الطبيه المراعاه الاصابات والاصابات لازم ترجع بسرعه والكلام ده كله كلنا كنا بنتكلم عليه في فترات سابقه تمام كابتن ماهر عايز اسال حضرتك برضو عن الكرات الثابته هل عوده سليف كوليبالي هل هتعالج الموضوع ده النهارده؟ اكيد اكيد يا اسلام واحنا كنا محتاجينها من المباراه السابقه مع بيراميدز زي ما قلت لك ان بيبقى عندك قلبيه دفاع اصلا هم طرفين ملعب دخلهم جوه هم بيأدوا الدور ده بنحييهم طبعا لكن في المباراه الصعبه اللي بالشكل ده انت محتاج عنصر الطول لانك انت كل العاب الهواء اللي ذكرت من العمق او من على الاطراف كوليبالي بيقدر يلعبها بشكل جيد لان هو طويل القامه وبعدين تقديره للحاجات دي تقدير سليم بيتحط في المكان الصح بيقدر يعمل كفرنج وحمايه بشكل كبير جدا في الكوره اللي هي العرضيه او الكوره الطويله بهذا الشكل فالنهارده انا شايف ان من ذكاء الراجل ان هو بسرعه قدر يعدل الحته دي لان كانت ملحوظه كانت واضحه بالنسبه لنا في خلال المباراه السابقه النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم من خلالها إن ثبات التشكيل برضك يعني هو الراجل يمكن دفع بالمحترفين بس أو اللي هي الصفقات الجديدة واخد بالك؟ ولأن هو ما شافهمش يعني النهارده برضك من ضمن الحاجات تحسب له عايز يشوف الناس دي يشوف أخبارها إيه معاه بالنسبة لأدائهم بالنسبة لإمكانياتهم البدنية الفنية التكتيكية
النقطه الثالثه طبعا كل مدير فني عنده خطوط عريضه للفرقه اذا كانت دفاعيه وهجوميه. هو حتى قال انا عندي مشاكل في الجوانب الدفاعيه من ناحيه جماعيه اللعب، نعم. عندي مشاكل من الناحيه الفرديه في خلال الجمل التكتيكيه الهجوميه، حته ضياع الاهداف، حته التمركز الغير صحيح، حته عدم تتابع الخطوط الثلاثه في الدفاع، عدم تتابع الخطوط الثلاثه طبعا. فاكيد ان الراجل محتاج النهارده هنبص هنلاقي ان الشوط الاولاني اتعمل في المباراه السابقه، النهارده نتمنى ان شاء الله ان الشوطين يتادوا بشكل جيد. تامر اخيرا، كيف يتفاعل الراجل مع هذه المباراه او كيف يفوز النادي الاهلي في هذه المباراه من وجهه نظرك؟ فرض شخصيتك، بس طبعا ما اقدرش اقول لك ان انت لازم تضغط لانك انت العامل البدني بالظبط. لكن في نقطه بس عايز اقولها بسرعه على حته سليف كوليبالي، اعتقد النهارده ان هو عليه دور كبير جدا في التعامل مع الكرات الهوائيه. نعم. اسلام النهارده انت شفت الناس كلها شايفه الجو عامل ازاي، والمباراه في برج العرب يعني الهواء ممكن يبقى ليه تاثير طبعا. لازم يبقى فيه تقدير شويه في حته الكوره ما ينفعش تطب. غياب مروان، غياب وليد ازارو بيحمل سليف كوليبالي العبء الاكبر في التعامل مع الضربات الثابته، لان مفيش ولا لعيب في النادي الاهلي بيجيد العاب الهوا. اللهم ان ممكن شويه عمرو السوليه طويل بيقدر يساعد مع كوليبالي في وقت فيه محمود عزت وأوميد أوكري طوال جدا في فريق سموحه، والسيد فريد كمان ومحمود سيد بيجيدوا العاب الهوا في الضربات الثابته. سريعا، النادي الاهلي لازم يمشي المباراه زي ما هو عاوز، ما ينفعش يدي فرصه لسموحه ان هو بلغه الكوره يركب المباراه. دي طبعا راجعه ان انت لازم تتحكم في زمام الامور وتسجل هدف مبكر، ده اللي هيساعدك شويه في السيطره على المباراه. اذا هدف مبكر سيسهل، مفيش مباراه سهله ولكن بالزبط. سيسهل على الاقل الشوط الاول. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي ما بعد المباراه ونكمل بقى مع حضراتكم، وان شاء الله يكون النادي الاهلي فائز بالثلاث نقاط، لانه ثلاث نقاط هامه جدا 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 للنادي الاهلي على ارض ملعب استاد برج العرب. هنلتقي مع حضراتكم بعد المباراه، ونجوم النادي الاهلي كابتن عادل وكابتن ماهر وكابتن تامر بدوي بعد المباراه.